بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد المحاضرة السادسة في الـ ENT وفي الـ EAR، وهي عبارة عن التروما والتيومرز والأوتوسكليروزس، وبكده نبقى خلصنا كل الميدل إير ديزيزز إن شاء الله. نبتدي بالتروما. تروما تو ذا ميدل إير، ممكن التروما دي تبقى إيه؟ طبعا تروماتيك رابشر أوف ذا تمبانيك ممبرين، واحد اترزع بالقلم على طبلة ودنه، الطبلة اتخرمت، تمام؟ أو أوتيتيك بار تروما، واحد كان راكب طيارة وكانت مناخيره مسدودة لأي سبب ما، فانسداد الأنف هيؤدي إلى انسداد في قناة ستاكيوس، فالطيارة نازلة أثناء الهبوط بتقرب من الأرض، ضغط الأرض بيزيد، الضغط الجوي بيزيد، والأوستيكيان توب مش قادرة تعدل الضغط، جاله تروماتيك رابشر أوف ذا تمبانيك ممبرين، مثلا ده في نهايته. الفراكشر بيز أوف ذا سكال أو فراكشر تمبرال بوني اللي هي الميدل كرينيال فوسة، حادثة عربية، فتلاقي الواحد نايم على جنب الرصيف كده بعد الحادثه وودنه بتجيب دم، ده لونجتودينال فراكشر بيز اوف ذا سكال. نيجي للتروماتيك رابشر اوف ذا تمبانيك ممبرين اللي هو اشهرها، واحد اترزع بالقلم على طبله ودنه. التروما او الايديولوجي بتاع التروماتيك رابشر اوف ذا تمبانيك ممبرين، يا اما دايركت تروما، حاجه دخلت عورت زي اله حاده مثلا دخلت على الطبله شرختها، دي اسمها دايركت تروما، يا اما ان دايركت تروما يعني تروما باختلال الضغط، تمام؟ ان دايركت تروما. الان دايركت تروما اشهرها ضربه قلم على الودن، وطبعا اللي بيضرب بالقلم تملي بيضرب على الودن الشمال لانه تملي بيضرب بايده اليمين، تمام؟ فده لو كان مستخدم الايد اليمين. يبقى سلاب اللي هو تروما باي ذا بالم اوف ذا هاند تو ذا اير، تمام كده؟ ازاي ان دايركت؟ هي بتكبس الهواء اللي في الاكسترا كانال وبعدين سادن ريليز، فتروح الطبله مفرقعه وغالبا البارستنس زي ما قلنا قبل كده. الاوتيتيك باروتروما، تروما ناتجه لاختلال الضغط، واحد راكب طياره وانفه مسدوده لاي سبب حتى لو نزلت برد، فالاوستيكان توب مقفوله، فالطياره بتقرب من الارض، ضغط الارض بيزيد، المفروض الهواء يطلع من الاوستيكان توب على الميدل اير علشان يعادل الضغط، الاوستيكان توب كانت مقفوله نتيجه لقفله الانف، ادى الى نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير، والبريشر بره بيزيد فزق الطبله فرقعها، يبقى اثناء هبوط الطياره اوتيتيك باروتروما، ده تروما باختلال الضغط وبالتالي اندايركت. بلاست انجري، واحد في الحرب قنبله فرقعت جنبيه او صوت عالي جدا فرقع جنبيه، الفايبريشن بتاع التمبريك ممبرين ده راح مفرقعه، تمام؟ يبقى دي الاندايركت تروما، يا اما تروما باي ذا بالم اوف ذا هاند اللي هي ضربه قلم، يا الاوتيتيك باروتروما يا البلاست انجري. الدايركت تروما بقى حاجة دخلت وعورت، ميكانيكال انجري يعني حاجة دخلت وعورت، زي ايه؟ سيلف انفليكتد، سيلف انفليكتد، واحد بيلعب بالقلم في ودنه زي الصورة دي، تمام؟ فمرة واحدة القلم راح داخل، واحد بيلعب عود كبريت، واحد بيلعب، واحدة بتلعب ببنسة وده كومن قوي، مرة طالب من زمايلكو جاب لمامته العيادة كانت بتلعب بالبنسة في ودنها بتنظف الشمع، جاب ابنها الصغير راح زايق ايدها مره واحده الطبله فرقعت، يبقى دي سيلف انفليكتد، تمام؟ ممكن واحد يكون عايز يعمل محضر لجاره او لعدوه ففرقع الطبله بايده عن طريق اله حد او حاجه وراح عمل له محضر مثلا يعني، يبقى ده اسمه سيلف انفليكتد. اياتروجينيك، اياتروجينيك اللي هو الدكتور اللي عملها، ازاي يعني؟ وهو بيعمل قروش، فاكر لما انا قلت لك اثناء القروش لازم الدايركشن بتاع الووتر جيت، فاكر؟ بص دي الدرام ودي الميدل اير، لازم النوزل اوف سيرنج تكون دايركتد بستون سبيريور كده علشان تيار الميه يضعف يخبط في الاكسترا كانال فيضعف ويلف ويجي كده. اما لو انت سلطت بوز السرنجه النوزل اوف سيرنج دايركت كده كده مبروك خرمت الطبله، يبقى ده ايتروجينيك ديورنج الايروش. ودكتوره هو بيشيل فرم بادي وهو عمال يشيل الفورم بادي، الفورم بادي عمال يتزحلق على جوه لان الطفل ما كانش كوبرتيف بيتحرك، فالفورم بادي اهو كل ما يجي يشيله يتزحلق على جوه، يتزحلق على جوه ناحيه الدرام لغايه ما يخرم الطبله، تمام؟ يبقى ده اياتروجينيك يعني الدكتور اللي عملها. هو يوجوالي مش الدكتور اللي بيعملها اثناء ريموفال الفورم بادي، الحقيقه الاهل هم اللي بيتفزلكوا ويحاولوا يشيلوا الفورم بادي، فالفورم بادي يتزحلق ويخرم الطبله وبعد كده يجي لك كدكتور يعني. فراكشر بيز اوف ذا سكال، كسر قاع الجمجمة، حادثة عربية، لا أنسى الحالة دي، واحدة طالعة من جامعة القاهرة من باب كلية التجارة، أخت زميلتكم، وهي طالعة خارجة من الباب، ميكروباص راح هففها
خبطها فوقعت على الارض وجالها كسر في قاع الجمجمه لا انسى، وجات لنا ببليدنج بير اير في طوارئ القصر العيني، تمام؟ فراكشر بيز اوف ذا سكال. فالسكال بتتشرخ شرخت الطبله معاها، يبقى ده ميكانيكال حاجه يعني دايركت، حاجه دايركت ودخلت خبطت. يبقى التروما يا ان دايركت يا دايركت. الدايركت حاجه خبطت وشرخت زي يا سيلف انفليكتد بقالها حاده يا ايتروجينيك الدكتور هو بيعملها يا فراكشر بيز اوف ذا سكال. اما الاندايركت نتيجه للضغط سيان ضغط ضربه القلم او لوتيتك باروتروما او بلاست انجري انفجار. نيجي بعد كده للكلينيكال بيكشر بتاع التروماتيك رابشر اوف ذا تمبانيك ممبرين. اعراض المريض السيمتومز هيجي لك بايه؟ يشتكي بايه؟ هيجي بوجع في ودنه، بس الوجع ده هيقول لك اثناء الخبطه وهي بتفرقع بس، لكن وانس فرقعت البين هيبقى راح، يبقى at the time of rupture هيبقى في بين، تمام؟ لكن هي بتوجعك دلوقتي لا خلاص، ماشي؟ ديفنس وتينيتس، طب لا اتخرمت يبقى لازم يبقى في تقل سمع ووش، مفيش تقل سمع من غير وش، يبقى في ديفنس وتينيتس اللي هو كوندكتيف هيرنج لوس يعني باللغه بتاعتنا. بليدنج بير اير بس ما بيبقاش جامد، تمام؟ ليه؟ لان الطبله يعني مش هايلي فاسكولار، نقطتين ثلاثه دم كده ممكن يظهروا في خارجين من الاكسترا كانال. ممكن يبقى في دم سايح نازل لو في فراكشر بيز اوف ذا سكال زي حوادث العربيات اللي قلت لك عليه واللونجيتودينال فراكشر، فالسي اس اف بيحتوي ناتشرالي على انتي كواجولانت فتلاقيه بيسيح الدم وينزل. يعني لو هي تروما نتيجه للفراكشر بيز اوف ذا سكال هتلاقي الدم زياده شويه، لكن اكشوالي نقطتين ثلاثه دم في التروماتيك رابشر اوف ذا دراما العادي. وبعدين اخر حاجه ويسلينج ساوند اند بلوينج اوف ذا نوز. ايه ويسلينج ساوند ده؟ العيان بعد ما ضرب بالقلم على طبله ودنه ما خدش ولا ده، جاله ديفنس وتينيتس اهو معدي، جاله وجع اثناء الخبطه اهو معدي، نقطتين دم مش مهم، لكن هو مستغرب قوي لما بيجي ينف ودنه بتصفر، ما هو علشان الهواء بيخرج من الخرم، الخرم الضيق ده، وبالتالي بيعمل صوت صفاره ويسلينج ساوند. تمام؟ وانا ضربت لكم مثال قبل كده في التسجيلات الاوديو، الحقيقه مش عايزين نضرب الامثله دي هنا. تمام؟ فبعد ما اتضرب بالقلم على ودنه بينف لقى ودنه بتصفر ويسلينج ساوند ان بلونج اوف ذا نوز نتيجه لان الهواء طلع من المناخير على الاوستيكيان تيوب على الميدل اير على الثقب فعمل فايبريشن وبالتالي عمل ويسلينج ساوند صوت صفاره. يبقى السيمتومز بين اثناء الخبطه ديفنس وتينيتس بليدنج يوجوالي مش جامد الا لو معاه فراكشر بيز اوف ذا سكال وصفاره وانا بنف يا دكتور. لما نيجي نكشف عليه بقى اوتوسكوب وشكرا لنا احنا اتعلمنا الميدل اير ديزيزز لازم ابص بالاوتوسكوب اوصف الاناتومي اللي انا شايفه ولازم اشوف الفسيولوجي بشكرا لنا اللي هي الفانكشن. طبعا نخلص من الشكر رنانه، لو جيت تعمل له شكر رنانه وطبلته مخرومه هيسمع بالاير اكتر ولا بالبون؟ طبيعي لازم يسمع بالبون احسن اللي هو كوندكتيف هيرنج لوس لان الطبله مخرومه ما عادتش بتفايبريت مع الساوند ويفز، يبقى كوندكتيف هيرنج لوس يعني البون كوندكشن از بيتر ذان اير كوندكشن. لما اجي احط الاوتوسكوب في ودنه انا علمتك لما تيجي تحط الاوتوسكوب لازم تبص نمره واحد على الاكسترا كانال، نمرة 2 على الدرام، نمرة 3 على الميدل اير ميكوزا، الثلاثة ورا بعض اهم بص. أنا بحط الاوتوسكوب من هنا، هوصف فيه إيه في الإكسترا كانال؟ هوصف البرفوريشن، هبص من خلال الخرم أشوف الميدل اير ميكوزا، تمام كده؟ طيب، الإكسترا كانال ممكن ألاقي فيها بلاد كلوت. دم متجلط. نزل من التروما بتاع الدرام. الدرام نفسها الاقيها بيرفوريتد، البيرفوريشن بتلاقي الشكل ده الصوره دي بيبقى ريجولار يوجوالي الريجولار يوجوالي في البارز تنسى لان هي هو كومن ستوكوز ضربه قلم فضربه القلم الفايبريشن يوجوالي هيدستروي او هيفرقع التنس بارت بتاع التمبانيك ممبرين لان البارز فلاسيدا بتروح وتيجي مع الهواء اما التنسى بتروح مفرقعه تمام وبالتالي هيبقى في البارز تنسى الريجولار واحيانا الناس يسموه ترانجلر تمام ثين ايدج. ليه ثين ايدج ازاي؟ يعني الايدج بتاعه ده اللي انت شايفه في الصوره ده ثين ليه؟ لانه مش كرونيك سابريت اوف تايتس ميديا وخرمه الطبله، كرونيك سابريت اوف تايتس ميديا بيبقى فيها فايبروزس فبيبقى الايدج بتاع البرفوريشن فايبروزد الحته دي بتبقى فايبروزد. اما في الكرونيك في التروما
لا ما لحقتش تعمل فايبروزس، ده اهي ريجولار كده تمام، وبتبقى سراوندد باي بلاد كلوت كده، نفس الصوره اللي انت شايفها دي تمام، يبقى شرخ في الطبله يوجوالي ان ذا بارس تنسا الريجولار سراوندد باي بلاد كلوت ولي ثين ايدج ثين ثيك، امتى؟ لما يبقى كرونيك سابروتوفيتايتس ميديا وعامله فايبروزس تمام. طيب والشكر ان انا قلت لك بيسمع بالبون احسن من الاير. طيب انت كدكتور انف واذن يو هاف ان انت لازم تعرف تفرق التروماتيك رابشر من الباثولوجيكال بيرفوريشن. الباثولوجيكال بيرفوريشن اللي هو بتاع مينلي بتاع كرونيك سابريتوفايتس ميديا، طبعا ممكن الاكيوت تعمل بيرفوريشن بس غالبا بيلم، فاحنا بنعتبر الباثولوجيكال بيرفوريشن ده اللي هو نتيجه للكرونيك سابريتوفايتس ميديا. الطب الشرعي كلمك في التليفون وقال لك تعالى يا دكتور ده في واحد جاي لنا بثقب في طبله الودن وبيقول ان جاره هو اللي خرم له الطبله، وهو ممكن تكون مخرومه من قبل كده. فيو هاف ان انت كدكتور اي ان تي تعرف تفرق بين التروماتيك رابشر والباثولوجيكال بيرفوريشن اوف ذا تيمبانيك ميمبرين. اولا الهيستوري ولا يعتمد عليها، الهيستوري بتاع التروماتيك رابشر هيستوري اوف تروما، خبط بالقلم على ودنه غالبا تمام، اما الباثولوجيكال هيستوري اوف تايتس ميديا اللي هي ريكرنت انفكشن وديسشارج تمام. الديسشارج لو هي تروماتيك رابشر مفيش مش موجود، اما الباثولوجيكال لا موجود سيان كان انترميتنت في السيف او بيرزيستنت في الانسيف تايم. البليدنج لو تروماتيك رابشر بيبقى موجود وان كان سلايت تمام. الباثولوجيكال بيرفوريشن بتاع كرونيك سابروتوتايتس ميديا ممكن يبقى معاه بليدنج سام تايمز، ازاي؟ لو معاه جرانيوليشن تيشو في الكرونيك سابروتوتايتس ميديا بالذات الانسيف تايب بيبقى فيه احيانا جرانيوليشن تيشو، فالجرانيوليشن تيشو دي العيان يجي ينضف ودنه تروح جايبه دم، ات بليدز اون تاتش، هايلي فاسكولار تيشو ات بليدز اون تاتش، الفراولايه اللي انا قلت عليها شبه الفراوله المحببه تمام. البرفوريشن التروماتيك شكله ايه يا دكتور؟ اولا سنترال، بينما الباثولوجيكال سنترال او مارجنال او اتك على حسب نوع الكرونيك سابريتوفايتس ميديا، السيف بيبقى سنترال والانسيف مارجنال او اتك. طيب ده نوع البرفوريشن، السايز بتاع البرفوريشن في التروماتيك يوجوالي ما بيكونش كبير سمول، اما الباثولوجيكال ممكن يبقى سمول او لارج ان سايز على حسب بقالها قد ايه كرونيك سابريتوفايتس ميديا. ما هو كرونيك سابريتوفايتس ميديا دي لو هي لسه بقالها شهرين اربع خمس شهور بيبقى البرفريشن صغير، لا في ريكرنت ديسشارج وبقالها ثلاث اربع سنين عمال ياكل في الايدج بتاع البرفوريشن نكروزس وبالتالي البرفوريشن يبقى اكبر. السايت بتاع البرفوريشن لو تروماتيك في البارس تنسى غالبا لان تنسى هي اللي بتروح مفرقعه مع التروما، اما الباثولوجيكال انوير في البارس تنسى لو هو سيف، في البارز فلاسيدا لو هو انسيف تمام. الايدج او الشيب بتاع البرفوريشن بيبقى ريجولار لو تروماتيك عامل كده ما هو فرقع مره واحده، اما الباثولوجيكال بيبقى ريجولار. بص ده تروماتيك الريجولار ده الباثولوجيكال ريجولار، لان الكرونيك انفلاميشن بتاع كرونيك سابريتوفايتس ميديا عمال يعمل نيكروزس داير ندور تمام، وبالتالي بيبقى الايدج ريجولار، اما التروما راحت مزعه مره واحده فبتبقى ريجولار. الايدج بتاع البرفوريشن في التروماتيك ثين لانه ما حصلش فايبروزس ده لسه في تروما حالا، سراوندد باي بلاد كلوت غالبا في حواليه دم زي الصوره دي نقط دم بلاد كلوت، اما الباثولوجيكال ثيك نوت سراوندد باي بلاد كلوت، ممكن يبقى سراوندد باي باث لو هي اكتف انفكشن تمام. لو انا بصيت من خلال البرفوريشن هلاقي الميدل اير ميوكوزا نورمال، لو تروماتيك رابشر هلاقيها ممكن تبقى كونجستد وايديميتاس، ممكن يبقى جرانيوليشن، ممكن يبقى بولب، وممكن تبقى بيل وثين ودراي لو باثولوجيكال ماشي. في حاجه بقى ان بي حمراء مهمه جدا، لو واحد اترزع بالقلم على طبله ودنه وجاله تروماتيك رابشر وبعد كده دخلها ميه، الميه هتدخل من خلال الثقب هيقلب لباثولوجيكال لانه قلب لاوتيتس ميديا، فالباص اللي اتكون ياكل يعمل نكروزس في الايدج وبالتالي تبقى ريجولار. تخيل في الحاله دي يو كانوت ديفرنشيت بين التروماتيك والباثولوجيكال، هو كان تروماتيك وقلب باثولوجيكال
انت مش هتقدر تدفرنشيت لما تبص بالاتسكوب، لانه خلاص بقى ريجولار ايدج نتيجه للباثولوجي اللي حصل والنكروزس بتاع الانفكشن. التريتمنت بتاع التروماتيك رابشر، التريتمنت بتاع التروماتيك رابشر، هو التروماتيك رابشر ده ممكن يخف لوحده؟ طبعا حافظ عليه بس وهو يخف. ليه كونسرفاتيف تريتمنت اللي هو ميديكال، كونسرفاتيف تحفظي، علاج تحفظي، افويد تو وجيف تو. افويد تو ازاي يعني؟ اوعى تدخل فيها ميه، افويد ويتنج اوف ذا اير، كيب ات دراي، وافويد بلونج اوف ذا نوز. عدوك اتنين يا عيان، انك تدخل ميه في ودنك، كل ما تيجي تاخد دش لازم تقفلها بقطنه وعليها فازلين او كريم، تمام؟ وما تنزلش لا بحر ولا بيسين ممنوع، وافويد انك تنف جامد. انت حاسس انها بتصفر، خلي بالك انت كل ما تنف والهواء يطلع من الثقب، الهواء ده بيوسع الثقب، بيوسع الخرم، تمام؟ وبالتالي ما تفرحش ان ودنك بتصفر وتقعد تلف كل شويه. يبقى اذا افويد ويتنج اوف ذا اير وافويد بلونج اوف ذا نوز، يبقى افويد اثنين. جيف اثنين سيستميك انتيبايوتيك علشان تمنع سكندري انفكشن في الوند اللي حصل ده، ما هو تروماتيك رابشر ده وند، يبقى اديله سيستميك انتيبايوتيك ودي كونجستنت نيزال دروبس علشان تفتح الاستيكيان تيوب. ليه؟ بص بقى الاوريكل اهي، الاكسترا كانال اهي، الدراما اهي، والاستيكيان تيوب اهي، دي مفرقعه. فانا عايز الاستيكيان تيوب تبقى مفتوحه علشان تيكوالايز البريشر ان بوث سايدز اوف ذا درام، علشان لما الدرام تيجي تعمل هيلينج، تعمل هيلينج في النورمال في الرايت بوزيشن، ما تبقاش بعد ما يحصل هيلينج الاستيكيان تيوب مقفوله يبقى في نيجاتيف بريشر، الهيلينج بيبقى ضعيف فيحصل ريتراكشن فتروح مفرقعه. تمام كده؟ وبالتالي هديله اثنين سيستميك انتيبايوتكس ودي كونجستنت نيزال دروبس. انت متوقع الهيلينج يحصل في قد ايه؟ في حوالي شهر، ان وان مانث، لكن لازم تنتظر 3 الى 6 شهور. يعني في ناس بيقولوا 3 شهور وفي ناس بيقولوا 6 شهور، انا من الناس اللي بتقول استنى 6 شهور هتخسر ايه؟ لكن هو متوقع ان يلم لوحديه في خلال شهر. بص الراجل ده حاطط قطنه وعليها فازلين في ودنه لما جه ياخد دش، اللي هي الصوره دي، علشان يكيب الدراي، افويد ويتنج اوف ذا اير. طب ده الكونسرفاتيف تريتمنت اللي هو افويد تو جيف تو، افويد ويتنج اوف ذا اير، افويد برونج اوف ذا نوز، جيف سيستميك انتيبايوتيك، جيف دي كونجستنت نيزال دروبس. ما لمتش من 3 الى 6 شهور يبقى لازم ارقع له الطبله مايرينجو بلاستيس اللي هو السيرجيكال تريتمنت بقى. يبقى امتى تعمل مايرينجو بلاستي؟ لو الطبله ما لمتش من 3 الى 6 شهور، بتجيب جرافت من التمبرالس فاشيا او من البريكوندريم، بس كومن من التمبرالس فاشيا، وبترقعه بالطبله. طبعا بتحطه تحت الايدج بتاع البرفوريشن بعد ما تشيل، بتحطه تحت البرفوريشن بعد ما تشيل الايدج بتاعه، تعمل له ريفريشننج، وبتحط الجرافت تحتيه اللي هي التمبرالس فاشيا جرافت، وبيلم. تمام؟ طبعا الصوره دي محطوط فيها غرز كده، احنا ما بناخدش غرز ولا حاجه. ماشي؟ طيب يبقى مايرينجو بلاستي امتى تلجا لها؟ لو ما لمش في خلال 3 الى 6 شهور تعمله ترقيه طبعا. نيجي لموضوع الاوتيتك باروتروما بقى، خلصنا التروماتيك رابشر اوف ذا دراما. الاوتيتك باروتروما ده تروما نتيجه لاختلال الضغط، تروما نتيجه لاختلال الضغط. تمام؟ يعني ايه بالانجلش بقى؟ تروما تو ذا ميدل اير caused by atmospheric pressure changes in relation to the middle ear pressure. ازاي يا دكتور؟ الاوريكل اهي، الاكسترا كانال اهي، الدراما اهي، الميدل اير اهي. تمام؟ النورمال يا دكتور ان الاستيكيان توب بتطلع هواء والاكسترنال كانال بتطلع بتدخل هواء، فيتعادل الضغط على جانبي الطبله. تمام؟ طيب الاستيكيان تيوب قفلت، ما عادش في هواء طالع على الميدل اير، بقى البريشر جوه الميدل اير نيجاتيف. تمام؟ بينما البريشر بره بوزيتيف، فالبريشر البوزيتيف بيزق الطبله والبريشر النيجاتيف بيشد الطبله، ففي النهايه هتروح مفرقعه. دي الاوتيتك باروتروما، بشرط شروطها ايه علشان تحصل؟ لازم الاستيكيان تيوب تبقى مقفوله والبريشر الاتموسفيريك بريشر بره بيزيد، عمال يزيد. تمام كده؟ البريديسبوزنج فاكتور الاستيكيان تيوب مقفوله، مقفوله بايه؟ بقفله الانف، ما هي الاستيكيان تيوب ورا الانف ب 1 سم في النيزوفارينكس، فمجرد ما النوز تقفل الاستيكيان تيوب تقفل، زي نزله برد، كومان كولد، ده اكتر سبب لقفله الاستيكيان تيوب ان جنرال.
تمام في الاطفال اكتر سبب الادينويد، ادينويد وسدد الاستيكين تيوب مكانها هنا، الادينويد مكانها هنا. فلحميه لما تكبر تسد الاستيكين تيوب، تمام. طيب ديفيتد سيبتم، ممكن انلارج التربنت، ممكن الرجيك راينيتس، حساسيه انف، الرجيك بوليباي، كل اسباب انسداد الانف تؤدي الى انسداد قناه ستاكس. ده البري ديسبوزنج فاكتور، تمام. الراجل ده قصته ايه بتاع الاوتيتك باروتروما؟ مثلا واحد منكم طالب في كليه الطب كان بيدرس في جامعه القاهره، وبعدين جت اجازه نص سنه في عز البرد في عز الشتاء في يناير، فكان عنده نزله برد وجت اجازه نص سنه، فهو مضطر يسافر لاهله في الاجازه لان ما عندوش وقت تاني، فاضطر يركب الطياره وهو عنده نزله برد، تمام. فانا هصور لك مثلا المنظر الاتي، دي الارض وده مطار القاهره، دي القاهره وهو كان من البحرين مثلا، ده مطار المنامه هنا المنامه، تمام. ف زميلكو ده وهو راكب الطياره والطياره طالعه لفوق، هي بتبعد عن الارض وبالتالي الاتموسفيرك بريشر بيقل فوق، بيقل، فما حصلش مشكله ان الاستيكين توب بتاعته كانت مقفوله، تمام. فطول ما هي الطياره طالعه وماشيه فوق ما حصلش مشكله، اما جت تقرب من الارض الضغط الاتموسفير تحت عالي، فوهي نازله المفروض الاستيكين توب بتاعته تفتح وتدخل هواء علشان يتعادل الضغط على جانب الطبله، لان الضغط كده بره بيزيد، الضغط هنا بيزيد وهنا الاستيكين توب مقفوله وقليل، يبقى اذا كل ما الضغط بره يزيد كل ما يزق الطبله، كل ما يزيد كل ما يزق الطبله، فكل ما يقرب من الارض كل ما الطبله تتزق لجوه، كل ما يقرب من الارض كل ما الضغط يزق لجوه، راحت مفرقعه. يبقى اثناء الديسنت الدامج دي دامج يحصل اثناء الديسنت، تمام. هو ده الميكانيزم بتاع الاوتيتك باروتوما، ركب الطياره وهو مناخيره مقفوله عنده نزله برد او مناخيره مقفوله لاي سبب كان، ده الاوتيتك باروتوما كميكانيزم. تعال بقى نشوف الجريدنج سيستم بتاعتها قبل ما ناخدها. بص دلوقتي الاستيكين توبا الاير اهي، وده الاكسترا كانال، ودي الدرام، ودي الميدل اير، ودي الاستيكين تيوب، وده الانر اير، تمام. طول ما هو بيقرب من الارض اثناء الهبوط، انا قلت لك اثناء الصعود ولا حاجه لان فوق الضغط واطي والاستيكين توب بتاعته مقفوله، فالميدل اير بريشر واطي فما حصلش مشكله، والطياره نازله بقى اثناء الديسنت، تمام. والطياره نازله الاستيكين توب مقفوله، لو هي نورمال والطياره نازله الاستيكين توب بتدخل هواء والاكسترا كانال بتدخل هواء من بره الضغط بيزيد فيتعادل الضغط، لا الاستيكين توب بتاعته كانت مقفوله، فالطياره نازله الضغط عمال يزيد بره في الاكسترا كانال بوزيتيف، تمام، فعمال يزق يقوم يحصل ريتراكشن للدراما. يبقى دي اول مرحله المايلد ستيج، العيان يحس انه متضايق و في نيجاتيف بريشر، خلاص ده المرحله الاولى اللي هي المايلد ريتراكتد دراما، الطياره ما بطلتش هبوط هبطت اكتر، تمام، فالضغط بره بيزيد اكتر فزق اكتر، الضغط اللي جوه الميدل اير بيقل بالنسبه للي بيزيد، نسبه وتناسب. بص بقى اهي النيجاتيف بريشر ده بيقل اكتر بالنسبه للي بيزيد بره، فالنيجاتيف بريشر اللي جوه الميدل اير فتح الكابلاريز اللي في الوول بتاع الميوكوزا اللي عامله لايننج الميدل اير، لانه نيجاتيف بريشر عمل ساكشن للفلويد للسيرس فلويد، فعمل سيرس ترانسوديت مش اوكسيديت، ده مش انفلاميشن، سيرس ترانسوديت شفط الفلويد من الكابلاريز، تمام، بقى في ميدل اير فيوجن عامله زي السكريتوري، بس السكريتوري جراديوال كرونيك ديزيز، اما ده تروما ده صدم، تمام، وبالتالي شفط فلويد ملى الميدل اير فلويد، ولما يبقى شديد اكتر الكابلاريز تروح مفرقعه، النيجاتيف بريشر يشفط منها الدم تروح مفرقعه، بقى في دم جوه الميدل اير اللي هو هيموتيمبانم دم، يبقى يا دم يا سيرس ترانسوديت، ده المودريت ستيج.
مودريت. الطياره ما بطلتش هبوط، بتقرب من الارض اكتر، ضغط الارض بيزيد، فالضغط اللي بيزيد عمال يزق، والضغط اللي بيقل جوه بيقل بالنسبه للي بيزيد. راح شافت الطبله جامد، راحت الطبله مفرقعه، راح شويه الدم اللي كانوا هنا راحوا نازلين من البرفوريشن. تمام، يبقى ده السيفير ستيج. يبقى هي ثلاثه ستيجز، مايلد ريتراكتد دراما نتيجه للنيجاتيف بريشر، ودي بتحصل لمعظمنا لما بيجي يركب طياره. تمام، ويقولوا له امضغ لبان علشان يبلع ويعادل الضغط. مودريت، لا ده اكتر شويه، الضغط بره زاد وجوه بالنسبه له بيقل، فشفط فلويد ملى الميدل اير، فلويد ميدل اير فيوجن، واحيانا دم هيموتيمبانم. قرب من الارض اكتر، الضغط بره بيزيد جامد، راح زق الطبله راحت مفرقعه، راح جاي شويه دم. ده السيفير ستيج اهو، ده الميكانيزم. بقى بقول لك الميكانيزم، نورمالي الاوستيكين تيوب بتعادل الضغط على جانبي الطبله. يعني انت دلوقتي الطياره نازله، هتدخل الاوستيكين تيوب لو مفتوحه نورمال، هتدخل هواء والاكسترا كانال هواء، يتعادل الضغط، ده النورمال، ده الطبيعي. تمام، طيب قربت من الارض اكتر وكانت الاوستيكين تيوب نوت جود، بقى فيه هنا نيجاتيف بريشر. تمام كده، بينما الضغط بره بيقرب من الارض فالضغط بيزيد، فزق الطبله ريتراكتد، ده المايلد. تمام، يبقى ده المايلد ستيج اللي هي ريتراكتد دراما. قربت من الارض اكتر، هنا الارض قربت من الارض اكتر، في نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير بيقل بالنسبه للي بيزيد، راح عامل ترانسوديشن اوف فلويد ميدل اير فيوجن، وفي السيفير كيسز رابشر لكابيلاريز هيموتيمبانم دم. ده المودريت، قربت اكتر من الارض، الضغط بره بيزيد اكتر، راح زائد الطبله مفرقعه، رابشر ذا درام. يبقى السيمتوم بتديفلوب ديورنج ايه في الاوتوتيك باروتروما؟ ديورنج ديسنت. على فكره نفس الكلام بيحصل ديورنج دايفنج، تمام، في الديب سي دايفنج، وبرضه هو بيقرب من القاع، كل ما ينزل لتحت كل ما الضغط يزيد، فبرضه ممكن يحصل فرقعه في الطبله، نفس الكلام. الكلينيكال بيكشر بتاع الاوتيتيك باروتروما، السيمتومز طبعا عنده ديفنس وتينيتاس، ده ديزيز اوف ذا ميدل اير، ومفيش ديفنس من غير تينيتاس، عنده بين في الاير. ليه؟ لان اللي حصل ده حصل صادم، كله بيحصل في خلال ثواني او دقائق، تمام؟ وبالتالي الاسترتش بتاع التمبريك ممبرين لازم يعمل بين، السكريتوري ما كانش فيها بين، ليه؟ لان دي جت جراديوال. وبعدين ممكن العين يقول لك انا عندي حاسس بميه في ودني، سنسيشن اوف اير فولنس او فلويد او طقطقه بوبينج، تمام، ولما الطبله تفرقع يجي له بليدنج بير اير، يعني ممكن نزود هنا كمان بليدنج بير اير في السيفير كيسز. ده السيمتوم، يبقى ديفنس وتينيتس، اير ايك او بين في الاير، سنسيشن اوف بابلينج او اير فولنس او بوبينج سنسيشن، وبليدنج في السيفير كيسز، بليدنج بير اير. لما تيجي بقى بالاكزامينيشن الساينس على حسب الستيج، اولا بالاوتوسكوب وبالشوكر رنانه، الشوكر رنانه ده ديزيز اوف ذا ميدل اير، يبقى يسمع بالبون احسن من الاير، لان الطبله ما عادتش بتتحرك مع الساوند كويس، وبالتالي يسمع بالبون احسن من الاير، يبقى كونتاكتيف هيرنج لوس، خلصنا منها. اما بالاوتوسكوب، بالاوتوسكوب في المايلد ستيج الاقي ريتراكتد درام، راجع ورايا، سمع الخمسه ساينس اوف ريتراكتد درام، فاكرهم؟ disturbed conoflight, disturbed or absent conoflight, exaggerated anterior and posteromalular folds, prominent lateral process. فاكر الكلام ده؟ تمام؟ limited mobility on socialization، ولسه في واحده اللي هي ايه بقى؟ احنا قلنا disturbed conoflight، shortening للهندل اوف ميليس، تمام؟ اللي هو المنظر اللي كان كده، لو انت فاكر الرسمه اللي انا كنت برسمها كده، وده يبقى هتبقى راجع لورا كده، دي الهاندل، تمام، والكونو فلايت يبقى لوست. خلاص كده، ده في المايلد يبقى ريتراكتد درام، ونقول كل الساينس بتاع ريتراكتد درام. في المودريت يا هلاقي ميدل اير فيوجن، يا هلاقي دم هيموتيمبانم اللي هو الصوره دي، في دم اهو، فلويد ليفل اهو، دم، ده دم، تمام. في السيفير الطبله فرقعت اهي، الصوره دي الطبله فرقعت وجابت دم اهي، تمام، في السيفير كيسز، ماشي. بنقول sometimes وده very rare ممكن الانر اير تفرقع، تخيل لما الضغط يبقى
بره جامد جدا، ضغط الاتموسفير جامد جدا، فالنيجاتيف بريشر بيقل جامد بالنسبه له نسبه وتناسب، فالنيجاتيف بريشر ده يشفط على الاوفال او الراوند ويندو، يروح حاصل له رابشر وجريلين فيستولا وسنسري نيورال هيرنج لوس. بس ده رير، ده رير. التريتمنت بتاع الاوتيتك باروتروما، اولا ايه اللي خلاك تركب الطياره وانت عندك نزله برد؟ ما تاجل سفرك يا اخي، يبقى في بروفيلاكتيك تريتمنت، الوقايه خير من العلاج، وفي كيوريتيف، حصل اللي حصل تعالجني ازاي بقى. البروفيلاكتيك افويد تو وجيف تو، نفس كلام التروماتيك رابشر، افويد تو جيف تو. افويد ايه؟ افويد فلاينج وذ نيزل اوبستراكشن، ما تركبش الطياره وانت عندك نزله برد، تمام؟ ما تركبش الطياره وانت عندك انسداد انف، يبقى افويد فلاينج وذ نيزل اوبستراكشن. حبكته لازم تركب، افويد سليب ديورينج فلاينج، افويد انك تنام وانت راكب الطياره. ليه؟ لان معدل السوالونج عندك بيقل وانت نايم، انت نورمال وانت صاحي عمال تبلع ريقك كل شويه، فبلعت الريق دي السوالونج في سلايفا، ده بيخلي الاستيكين توب تفتح وتقفل، وانت نايم الريت اوف سوالونج بيقل، فالاستيكين توب هتبقى مقفوله، فممكن يجي لك اوتيتك باروتروما. يبقى افويد تو فلاينج وذ نيزل اوبستراكشن وسليب ديورينج الفلاينج. جيف تو دي كونجستنت نيزل دروبس علشان افتح الاستيكين توب، حبكت يا دكتور ولازم اسافر وانا عندي نزله برد وما عنديش اجازه غير دي، يبقى احط دي كونجستنت نيزل دروبس زي زايلو ميتازولين قبل ما الطياره تهبط، تمام؟ قبل التيك اوف. ويتشوين جام يمضغ لبان، لان مضغ اللبان هيستيميليت السلايفيشن وبالتالي هيخليه يبلع فيعادل الضغط على جانبات الطبله لما الاستيكين توب تفتح. يبقى افويد فلاينج وذ نيزل اوبستراكشن، افويد سليب ديورينج الفلاينج، جيف تو اللي هي دي كونجستنت نيزل دروبس دروبس علشان افتح الاستيكين تيوب، وتشون جام علشان افتح الاستيكين تيوب بالفريكوينت سلايفيشن. كيوريتيف بقى، ده كان البروفيلاكتيك. كيوريتيف بقى، هو جالي وهو مايلد ولا مودريت ولا سيفير ستيج؟ لو مايلد يعني الاستيكين تيوب بتاعته مقفوله وفي نيجاتيف بريشر في الميدل اير، طب ما تدي له حاجات تفتح الاستيكين تيوب اللي هي دي كونجستنت نيزل دروبس، تمام، تشوين جام وفالسالفا، يعمل فالسالفا. يبقى ثلاث حاجات، دي كونجستنت نيزل دروبس تفتح الاستيكين تيوب، فالسالفا مانوفر اللي هو يسد مناخيره وينفخ، وتشوين جام لو جالي وهي مودريت، لا ده في فلويد او دم في الميدل اير، اعمله مايرنجوتو مودرينج، تمام، اهي اللي هي الصوره دي، تمام. لو جالي سيفير والطبله مفرقعه ده تروماتيك رابشر، اطبق عليه قانون التروماتيك رابشر اللي هو ايه؟ هستنى عليه 3 الى 6 شهور، ما حصلش هيلنج للتروماتيك رابشر، يبقى لازم اعمل له مايرينجو بلاستي. فراكشر بيز اوف ذا سكال، فراكشر بيز اوف ذا سكال، كسر قاع الجمجمه. انواع كسر والكسر قاع الجمجمه الحقيقه هنا احنا بنقصد الميدل كرينيال فوسا اللي هي التمبرال بون. احنا عندنا 3 فراكشر بيز اوف ذا سكال، فراكشر انتيريور كرينيال فوسا الجزء ده هناخده في النوز سي اس اف راينوريا، كريبريفورم بليت اتكسر فيجي له سي اس اف راينوريا. وبعدين فراكشر ميدل كرينيال فوسا اللي هو الجزء ده اللي هو فراكشر تمبرال بون بتاع دلوقتي، وبعدين فراكشر بستيرو كرينيال فوسا ده تبع نيورو سيرجن، هتاخده في سنه 6 ان شاء الله. طيب نيجي بقى لموضوع النهارده اللي هو الفراكشر تمبرال بون. نوعين الفراكشر تمبرال بون ده، نوعين اللي هي فراكشر ميدل كرينيال فوسا، يا اما لونجيتودنال فراكشر يا ترانسفيرس فراكشر. يعني ايه لونجيتودنال فراكشر ويعني ايه ترانسفيرس فراكشر؟ بص دي صوره السكالب زالس انترنال اللي احنا كنا بندرسها في الاناتومي بتاع سنه ثانيه هيد اند نيك. تعالى نرسم الاير على السكالب زالس انترنال دي. دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، دي الدرام، هنا الميدل اير، هنا الانر اير. بس هي المفروض ترجع لورا سنه كده، ما تبقاش قدام. اهي دي كده الانر اير، تمام. لو التروما انا هرسمها بالازرق هنا كده، تمام. لو التروما جت من الجنب من هنا، تمام، فالفراكشر لاين تملي يمشي قدام الفورس بتاع التروما، قوه التروما، ويمشي في الويك ارياز. يبقى احنا عندنا قانون للفراكشر بتاع العظم بتاع الجسم كله اللي هو ايه؟ الفراكشر لاين يمشي قدام الفورس بتاع التروما، قدام قوه التروما، ويمشي في الويك ارياز، تمام كده. فلما جت التروما من الجنب
الاكسترا اريتري كانال ده خرم، ده قناه جوه السكال، فويك بوينت، فالفراكشر لاين يمشي في القناه دي قدام التروماتيك فورس اهو. بص هو الازرق ده ايه ده؟ عدى بالروف بتاع الاكسترا اريتري كانال، عمل لاسريشن للسكين بتاع الاكسترا كانال، عدى بالدرام خرم الطبله رابشر ذا درام، عدى بالميديال اير كافيتي فرقع الاوسيكل، يجي هنا عند الانر اير لا يحود على قدام. ليه؟ لان في هنا الفورم اللاسرم لاسريتد بون قدام، فما جاش جنب الانر اير. هو ده اللونجيتودينال فراكشر، ارسمه تاني اهو، ده اللونجيتودينال فراكشر، وعلشان كده بعمل كوندكتيف ديفنس لانه ما عداش على الانر اير، عدى على الميدل وفرقع على الاوسيكل وفرقع على الطبله، وعلشان كده بعمل بليدنج بير اير لانه فرقع على الطبله. يبقى ده مين؟ اللونجيتودينال فراكشر. سببه ايه؟ تروما من الجنب خلاص، ومشيت الدايركشن بتاعها قلته. طيب تعالى ناخد الترانسفيرس فراكشر، نرسم تاني الاوريكل اهي، اكسترنال كانال الدرام، دي الميدل اير وهنا الانر اير، تمام كده. طيب احنا اتفقنا على اتفاق ان الفراكشر لاين يمشي قدام التروما، قدام الفرس بتاع التروما، ويمشي في الويك ارياز. الترانسفيرس فراكشر بقى التروما جت من ورا، من هنا، من ورا، ده الاصفر ده جت من ورا او من قدام، بس هنعتبرها من ورا ماشي. طيب وبعدين فالفراكشر لاين الازرق ده هيمشي قدام التروما اهي، وصل للفورامين ماجنوم. ايه ده؟ ما هي الفورامين ماجنوم ويك اريا، فوصل لها. وبعدين لقى هنا الانترنال ايديتري كانال، الله، مش الانترا ايديتري كانال ده ويك اريا في السكال؟ مش احنا اتفقنا مشي في الانترا ايديتري كانال اللي هي بتنتهي عند مين؟ الانر اير الحمراء دي، فمشي في الانر اير قسمها. ايه ده؟ ده وصل للانترا ايديتري كانال اللي ماشي فيها 7 و8 كرينيال نيرفز، ووصل للانر اير اللي هي اللابيرنث اللي هي عظمه قويه جدا، ولكن هو دخلها عن طريق الانترا ايديتري كانال. فده ترانسفيرس. ليه سموه ترانسفيرس؟ لان البيترس بون اهي قطعها بالعرض، اللونجيتودينال كان بالطول اللي هو لو رسمتها بالاصفر كده، اللي مرسوم بالاصفر ده اللونجيتودينال، واللي مرسوم بالازرق ده الترانسفيرس. التروما بدات من هنا بوستيريور، وبعدين انتر ايديتري كانال انر اير، وما عملتش رابشر للدراما. بس في حاجه بقى، ده هيجي له سنسوري نيورال هيرنج لوس، هيجي له فيرتايجو، ممكن يجي له فيشال باراليسز، لان في مش في الكنال اللي مش فيها الفيشال نيرف اللي هو الانتر ايديتري كانال، تمام. وممكن الانر اير تنزل بريلمف واندولمف على الميدل اير، تمام. وبالتالي الاندولمف والبريلمف اللي بلا الميدل اير ده ممكن ينزل من الاوستيكيان توب على النوز، يبقى اسمها سي اس اف او 2 ويد راينوريا، سي اس اف او 2 راينوريا. يبقى قلنا انواع الفراكشر بيز اوف ذا سكال لونجيتودينال وترانسفيرس وسبب كل واحد. من رحمه ربنا علينا ان اللونجيتودينال فراكشر مور كومن، 80%. ما هو مش خطر، ما انا قلت لك مجرد انه بيمشي في الاكسترا كانال ويفرقع الطبله والميدل اير، حاجه مش خطر، تمام. يبقى مور كومن ليس دينجرس، لكن الترانسفيرس لا، ده ليس كومن الحمد لله 20%، ولكن مور دينجرس. ليه يا دكتور؟ ما هو عدى على ورا على الفايتال ارياز، ده عدى على منطقه المظله اوبلونجاتا، وبالتالي عدى على الفايتال ارياز، وبالتالي اللي هيعمل كوما غالبا الترانسفيرس، كوما اللي ممكن يموت الترانسفيرس. اللي وجودنا الفراكشر بيز اوف ذا سكال يا جماعه ده كسر في غاج ونجومه، ده احنا بيقابلنا كتير جدا واحنا ماشيين في الشارع، احيانا حادثه عربيه بقول لك وتلاقيهم رامين الراجل على الرصيف اللي عامل الحادثه وبينزل دم من ودنه وفايق وبيتكلم كويس قوي، ده اللي هو لونجيتودينال فراكشر. طبعا سام تايمز يبقى كومبايند فراكشر ويبقى حظ العين سيء جدا، يعني عنده لونجيتودينال وترانسفيرس ان ذا سيم تايم. انا خلاص شرحت اللونجيتودينال والترانسفيرس بسرعه كده علشان نفهم، علشان انا اسف ان احنا بنكرر الكلام ده. الاوريكل اكسترا كانال درام، ودي الميدل اير، ودي الانر اير، تمام. الفراكشر لونجيتودينال، اللونجيتودينال فراكشر هيبقى شكله ازاي؟ اهو التروما جت من هنا اهي، هتمشي كده، فرقعت الطبله، فرقعت السكين بتاع الاكسترا كانال، فرقعت الاوسيكل،
تمام. اما الترانسفيرس الاير اهي ميدل اير انر اير تمام، التروما جت من ورا من هنا مشيت وصلت للفورامين ماجنم مشيت في الانتر الكتر كانال قسمت الانر اير بالنص دي البيتراس بون. يبقى ترانسفيرس جابت له سنسوري نيورال هيرنج لوس وفيرتايجو وفيشيال باراليسيس وممكن تجيب بريلينف جوه الميدل اير، لكن الدرام انت. طيب الكلينيكال بيكشر بقى بتاعه الفراكشر بيز اوف ذا سكال اللي هو الميدل كرينيال فوسا اللونجيتودينال تايب. انا من شرحي طبعا انت فهمتها، هتعمل كونداكتيف هيرنج لوس ليه؟ لان الطبله فرقعت والاوسيكيل ممكن تكون مفرقعه لانه عدى بالميدل اير والدرام. هتعمل بليدنج بير اير ليه؟ من اللاسريشن بتاع السكين بتاع الاكسيريو كانال ديوتري كانال ومن الدرام اللي فرقعت. لما اجي احط الاوتوسكوب الاقي رابشر ذا درام ولاسريتد سكين في الاكسيريو ديوتري كانال. ممكن تعمل فيشال باراليسز اللونجيتودينال تايب احيانا تعمل فيشال باراليسز. ازاي؟ احيانا رير 20%. ازاي؟ اذا كانت هي عباره عن تروما ما عدتش اصلا بالفيشال بوني كمان، ده عدت على قدام. ما هو بيتكون اديما وهيماتوما، الدم عمال يتجمع لغايه ما دخلت جوه البوني كانال بتاع الفيشال نيرف. فلو جاله فيشال باراليسز اولا رير لان التروما ما عدتش بالفيشال بوني كانال، ثانيا ديليد ليه؟ عمال اديما والهيماتوما اتكونت تمام. طب والهيماتوما دي قادره على انها تضغط على الفيشال نيرف تشله كاملا كومبليت؟ لا بارشال، لان هيماتوما ما هو مفيش قطع، وبالتالي الباراليسز رير 20% وبيبقى حاجه اسمها بارشال جزئي اند ديليد، ما يحصلش في وقت التروما، يحصل بعدها بكام ساعه عمال هيماتوما تتكون تمام. الترانسفيرس فراكشر بقى غالبا الكونشس ليفل ديستربد ممكن اب تو كوما. العيان ده عنده سنسري نيورال هيرنج لوس اوفر تايم، ما انا قلت لك عدى بالانتريا ليتر كانال في الانر اير. العيان ده ممكن يبقى عنده هيمو تمبانم، يعني الدرام انتكت بس وراها دم، لان الانر اير نزفت على الميدل اير تمام. الدرام هتبقى ريدش في الاول، بعد كده الدم لما يتساب يزرق تبقى بلوش وممكن تبقى بلاكش كمان. طيب بالاوتوسكوب لو بصيت على الدرام الاقيها ريدش في الاول ثم بلوش ليتر اون اللي هو الهيمو تمبانم، لكن الدرام مش بيرفوريتد، درام انتكت بيرفوريتد لو لونجيتودينال. الفيشال باراليسز في الترانسفيرس فراكشر بيز مور كومن 50% وبيحصل ايميديت وكومبليت. ليه؟ لان الفراكشر لاين مشي في البوني كانال بتاع الفيشال نيرف، وبالتالي ده مش جوه الانتريا ديوتري كانال اللي مش في الفيشال نيرف، وبالتالي ايميديت وكومبليت كات تمام كده. غير اللونجيتودينال بيبقى هيماتوما وعما وصلت للفيشال نيرف تيكس تايم وغالبا ما بتشيلوش كله يبقى برشا. الانفستيجيشن بتاعت التروماتيك الفراكشر بيز اوف ذا سكال، اولا ده تروما في السكال يبقى لازم سي تي، علشان السي تي بتبين لك البون احسن، هتبين لك الفراكشر لاين تمام. السي تي اهي على فكره دي الماستويد من ورا، دي الميدل اير كافيتي تمام، دي الانر اير، دي الانترنا اوريتري كانال، والفراكشر لاين اهو بعد ما امسح اللي انا عملته ده هعلم لك على الفراكشر لاين اهو. ده الفراكشر لاين اهو ومشي بالاوسك اللي هي دي الملياس وبعدين مشي لقدام على الفورم اللاسيروم تمام كده. يبقى السي تي باين لي الفراكشر لاين لان السي تي بتبين العظم احسن، اما الام ار اي تبين السوفت تيشو احسن. طب انت عايز تشوف سوفت تيشو هنا ايه؟ البرين تيشو تمام. انا عايز اطمن على المخ، ما هو ده كسر في قاع الجمجمه، يبقى اذا بتبين لي السوفت تيشو اللي هي البرين انجري. التريتمنت بتاع الفراكشر بيز اوف ذا سكال، اولا هوسبيتاليزيشن اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن. يا جماعه لازم، ما هو اصل دلوقتي المخ مفتوح على الشارع، ده فراكشر بيز، يبقى لازم اجيب اسمه دريسنج معقم، استرايل دريسنج زي ده كده، واروح حطه على الودن واروح رابط شاش. يعني انت اول ما لو انت موجود في الاسعاف ووصلت لمكان الحادثه تمام، لازم على طول العيان تلف له ودنه بشاش معقم علشان ما يحصلش مننجايتس وبرين ابسس. يبقى هوسبيتاليزيشن اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن. تدي له سيستميك انتي بايوتيك بتكروس البلاد برين بارير، طبعا انا عايز بريفنت المننجايتس.
ادي له ستيرويد، الكورتيزون هنا لايف سيفنج انتي اديمتس، ما انا خايف يجي له برين اديما. تمام، سيرجيكال مانجمنت بقى بعد ما تنقله المستشفى على حسب، اولا دي حاله مخ واعصاب ولا انتي مخ واعصاب، دي حاله نيورو سيرجري، يبقى دكتور النيورو سيرجري هو اللي هيتصرف الاول، اللي هو ايه؟ اللي هو مانجمنت اوف برين انجري بالنيورو سيرجري، وبعد ما الحاله تستقر اشوف الباقي بقى، لو الطبله مفرقعه مايرينجو بلاست لو ما لمتش من 3 الى 6 شهور، لو الاوسيكلز ديسربتد انفصلت عن بعض ديسكونكتد، تمام اعمل له اوسيكلو بلاستي معايا، لو الفيشيال نيرف بارالايزد، هو الباراليسيس كان ايميديت وكومبليت يعني في كات، طالما ايميديت وكومبليت في ترانسفيرس تايم، في الحاله دي لازم اعمل اكسبلوريشن استكشاف واعمل نيرف انتو اند اناستوموزيس، لو التو اندز باينين، وهنتكلم على الموضوع ده ليتر اون في الفيشيال نيرف، ده لو هو ايه ايميديت وكومبليت، لا الفيشيال باراليسيس كان ديليد، كان ديليد يبقى ما فيش كات، ده ايديما وهيماتوما، يبقى هيخف بالانتيبيوتيك والستيرويد، يبقى مجرد كونسرفتيف تريتمنت الفيشيال نيرف، يبقى الفيشيال نيرف انجري المانجمنت بتاعه هو الباراليسيس كان ايميديت وكومبليت يبقى كات، يبقى لازم ايميديت اكسبلوريشن، هو الباراليسيس كان بارشال وديليد يبقى ده ايديما وهيماتوما ضغطه، يبقى هتخف بالستيرويد، وده هنتكلم عليه برضه في الفيشيال نيرف ليتر. Tumors of the middle ear. هنكمل Tumors of the middle ear. Tumors of the middle ear احنا هناخد الجلوماس والسكوناس سيل كارسينوما. الجلوماس ده غايلو فاسكولار تيومر، والسكوناس سيل كارسينوما ده كارسينوما of the middle ear، وهي ما تعتبرش في فرق بينها وبين الكارسينوما بتاع الاكسراي يوتيرين. جلوماس تيومر. الجلوماس تيومر ليه كذا اسم، الاسم الاشهر جلوماس تيومر، لكن في اسم كيمودكتوما، كيمودكتوما لان كانوا فاكرينها انها طالعه من الكيمو ريسبتورز، ولها اسم تاني باراجانجليوما لانها بتطلع من الباراجانجليونيك تيشو. هي عباره عن ايه الجلوماس تيومر ده؟ عباره عن بيناين، مش مالجنت، لوكالي اجريسيف، لوكالي اجريسيف انها بتعمل بريشر نيكروزس على العظم بتاع السكال، ممكن تدخل من خلال الجوجلر فورامن والحاجات دي للانتراكرينيال، تمام، ممكن توصل للانر اير وتضغط عليها وهكذا، وبالتالي هو بيناين لوكالي اجريسيف هايلي فاسكولار. بص انا عايز اعلمك حاجه، اعتبر كلمه جلوماس دي احمر، هايلي فاسكولار، شوف الصوره دي، هايلي فاسكولار، هايلي فاسكولار حمراء، تمام، تيومر احمر هايلي فاسكولار، يبقى بيناين لوكالي اجريسيف هايلي فاسكولار تيومر، طالع من البارا جانجليونيك تيشو، علشان كده بيسموه بارا جانجليوما، ريليتد تو سيرتن نيرفز اند ذا تيمبرال بون. يعني ايه؟ اولا بارا جانجليونيك تيشو يعني تيشو شبيهه بالجانجليا بتاع النيرفز، تمام؟ في نيرفين في التيمبرال بون ممكن تطلع منهم الجلوماس تيومر، يا اما ارنولد برانش اوف فيجاس اللي هو موجود على الدوم بتاع جوجلر بالب، هنا ده جوجلر بالب، الحته دي ده جوجلر بالب، اعتبر ده جوجلر بالب، على الجوجلر بالب ده ارنولد برانش اوف فيجاس اللي بيغذي الاير، تمام، الارنولد برانش اوف فيجاس ده حواليه بارا جانجليونيك تيشو، يطلع من عليها جلوماس تيومر، يبقى اسمه جلوماس جوجلر، يعني طالع من تحت الميدل اير، جلوماس جوجلر بالب، سبير جوجلر بالب تحت الميدل اير، فلما يطلع 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 يدخل على الميدل اير، لو تلاحظ كانه الشمس وقت الشروق عمال يطلع، تمام، يعني انا لو رسمت لك رسمه كده اهو، دي الاير اهي، اكسترا كانال، ودي الدرام، ودي الميدل اير، ودي الانر اير، الجوجلر بالب هنا والدوم بتاعه اهي، فالتيومر طلع كده عمال يطلع يكبر يكبر يكبر، تمام، دخل جوه الميدل اير، تيجي تبص انت بالاوتوسكوب هتلاقي عامل زي الشمس وقت الشروق، سان رايزنج ابييرنس، تمام كده، يبقى ده الجلوما جوجلر طالع من الباراجنجلونيك تيشو حوالين الارنولد برانش على الدوم بتاع جوجلر بالب. طيب النوع الثاني بقى جلوماس تيمبانيكم، طالع من هنا،
بص دي ده الانر اير، ده البرومونتري كوكليا. الكوكليا دي ماشي عليها جاكوبسونز نيرف، ارنولد برانش اوف فيجاس هنا اهو، تمام، حواليه برضو باراجنجلينك تيشو، يقوم يطلع الجلوماس تيمبانيكم من عليه من هنا يملى الميدل اير، تمام، اللي هو هنا ده البرومونتري، فطلع من حوالين الجاكوبسونز نيرف اللي هو التيمبانيك بلكسس اوف جلوسوفرينجيال. يبقى احنا عندنا جلوماس تيومر واحد من اثنين، يا جلوما جوجلور يا جلوما ستيمبانيكم، تمام. الجلوما جوجلور تطلع من الدوم بتاع جوجلر باب زي الصوره دي، يغزو الميدل اير، يا اما جلوما ستيمبانيكم يطلع من على البرومونتري بتاع الكوكليا من جاكوبسون زونر. الفيديو اللي قدامكم ده بيبين لكم التيمبانيك ممبرين وراه ماس حمراء عماله تبلسيت، هي دي الجلوما ستيومر، هشاور لكم بالقلم اهو في الماس الحمراء اهي، وده كل التيمبانيك ممبرين وانت شايف البلسيشن، تمام. يبقى اذا ريدش تمبانيك ممبرين وبيبلسيت وانتاكت لازم تشك في جلوماس تيومر. الصوره دي رائعه، ده جلوماس جاجولار جاجولار ودي جلوماس تمبانيكم، دي طالعه من على البرومونتري وبتبلسيت اهي، دي طالعه من على الجوجلر بالب وبتبلسيت اهي، تمام. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الجلوماس تيومر. العيان ده عنده تيومر جوه الميدل اير، ميدل اير يبقى ديفنس تينيتس، تمام، مفيش انفكشن ولا حاجه، ما تقوليش ديسشارج، عنده ديفنس وعنده تينيتس. التينيتس ده بيبقى بالستايل، ليه مش فيها فاسكولار وش 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 مع البلسيشن؟ ليتر اون الديفنس ده لما التيومر ده يدوس على الانر اير هيبقى ميكسد، لان هيبقى معاه سنسوري نيورال وبالتالي ميكسد، لكن الكومن كونداكتيف ويجي له بالستايل تينيتس. ما تنساش كلمه بالستايل تينيتس. الساينس بقى وانت بتكشف عليه برضه نفس الكلام، شكرا نانا واوتوسكوب، وشكرا نانا، الشكرا نانا كونداكتيف هيرنج لوس. بالاوتوسكوب هتلاقي المنظر ده، سان رايزنج ابيرنس اهو، ده لو جلوما جوجلور سان رايزنج ابيرنس، تمام. يبقى بتيجي تبص تلاقي الجلوما ستيومر طالع من تحت على فوق عامل ماس حمراء كده زي الشمس وقت الشروق. طب لو انا عملت لها سيجاليزيشن هتبيض، هتبلانش اون سيجاليزيشن. بص لكلمه اللي هي براون ساين، بص للبراون ساين دي هنا كده، الاوريكل اكسترنال كانال، ده التمبانيك ممبرين ودي الميدل اير، هو ده الجلوما ستيومر وطلع هنا. فانا دلوقتي حاطط الاوتوسكوب هنا ومتوصل بخرطوم ببامب، لو نفخت الهواء هيروح داخل زي الطبله، يقوم الدم يهرب لتحت، تقوم تبلانش اوكسجنايزيشن زي صباعي ده، الصباعي ده احمر، بص هدوس عليه ابيض وبعدين الدم يرجع تاني، تمام. يبقى اذا لما اعمل له سجنايزيشن الدم يهرب على تحت لانه هيضغط عليه فيحصل سيجاليز بلانشنج، دي الحركه دي اسمها براون ساين اللي هي بتبلانش اون سيجاليزيشن. بعد كده الجلوماس تيومر ده لما يكبر يضغط على الستايلوماستود فورامين والفيشل بوني كانال، يبقى فيشل باراليسيز، يضغط على جوجلر فورامين، الجوجلر فورامين ده هو لازم يدخل جوه جوجلر فورامين ويوسعها كمان، مش اسمه جلوماس جوجلر، فلازم يدخل جوه جوجلر فورامين اللي طالع منها الانترا جوجلر فين، لان هو طالع من البلب بتاع الانترا جوجلر فين، تمام، وبالتالي هيدخل جوه جوجلر فورامين يدوس على اللور فور كرينال نيرفز اللي هم طالعين من الجوجلر فورامين، تمام. التسعه جلوسوفارينجيال يجي له تشوكينج شرقه لان ما عادش السنسيشن بتاع الفارينكس لوست راح، يضغط على الفيجاس اللي هو 10 يجي له هورسنس، تمام، يضغط على 11 اللي هو الاكسسوري يجي له شولدر دروب، يضغط على 12 يجي له تانج باراليسيز اللي هي ديس ارثريا، تمام، تانج باراليسيز يعمل ديس ارثريا. فاينالي لما يوصل انتراكرينيال هيزود الانتراكرينيال تنشن، بس تيكس تايم يعني بياخد سنين عما يوصل انتراكرينيال لان ده بناين تيومر. نيجي بقى للانفستيجيشن بتاع الجلوماس تيومر. طبعا اي تيومر في الدنيا مش في الاينتي بس، اهم اتنين انفستيجيشن سي تي وبايوبسي، سي تي وبايوبسي. طيب ينفع تاخد بايوبسي من فاسكولار تيومر؟ لا، ده هايلي فاسكولار، ده ممكن العيان ينزف ويموت، يبقى بايوبسي از كونترا انديكيتد،
انا في البدايه قلت لك اعتبر كلمه جلوموس يعني احمر يعني فاسكولار، يبقى اذا كونترا انديكيتد، ما تاخدش بايوبسي ابدا. على فكره الديفينيشن بتاع الجلوموس والبايوبسي كونترا انديكيتد، الكلمتين دول هيتكرروا في تيومر تاني في الاي ان تي في الفارينكس اللي هو الانجيوفايبروما، نفس الديفينيشن ونفس الانفستيجيشن تقريبا. تمام، هنا مش هقول بايوبسي، يبقى سي تي هتبين لي البون احسن، وبالتالي ممكن تبين لي وايد جاجولار فورامين، ولو سي تي بالصبغه هتبين لي تيومر ماس سي تي وذ كونتراست. يعني ام ار اي، لا الام ار اي تبين لي السوفت تيشو، وبالتالي تبين لي التيومر ماس اتسلف، فلان الام ار اي بيديلينييت السوفت تيشو احسن. اهم انفستيجيشن في الجلوموس تيومر هو الانجيوغرافي، كاروتيد انجيوغرافي. يعني ايه انجيوغرافي؟ انجيوغرافي يعني بدخل قسطره واحقن صبغه جوه الفاسكولاريتي بتاع العيان في السيركيوليشن. فلما احقن الصبغه، الصبغه تمشي في كل الفاسكولاريتي، الاقي في ابنورمال فاسكولاريتي، يا اما تحت الميدل اير لو جلوموس، يا اما جوه الميدل اير لو تحت الميدل اير لو جلوموس جاجولير، جوه الميدل اير لو جلوموس تمبانيكم. تمام، بمعنى بص بقى ارسمها لك كده، في هنا جلوموس تيومر ابنورمال فاسكولاريتي، واللي بيغذيه غالبا الاسندنج فرنجيال ارتري، ماشي، اللي هو ماشي along the lateral في الكاروتيد شيز along the lateral side of the neck. بص بقى لما انا حقنت الصبغه، الصبغه مشيت في كل الفاسكولاريتي بتاع الجسم، بس لقيت فيه هنا ابنورمال فاسكولاريتي غريبه، يبقى هو ده التيومر لانه هايلي فاسكولار. ده الانجيوجرافي، يبقى الانجيوجرافي شخص لي وراني فاسكولار تيومر، زائد انه وراني الفيدنج فيسل، وده مهم جدا، اللي هو مين اللي هنا، مين الاسندنج فارنجيال. رحت عامل له امبولايزيشن ازاي؟ الصوره اللي قدامك دي، رحت مدخل قسطره، مدكك قسطره ماشيه في الفاسكولاريتي، ماشيه في الفاسكولاريتي، القسطره دي في نهايتها حته معدن بتبان، بتبان في على السكرين. يعني العيان ده دكتور الاشعه اللي بيعمله طبعا، العيان نايم قدامه على الشيزلونج ومدخل قسطره وشايف القسطره ماشيه فين على السكرين، وعمال يدكك لغايه ما وصلت للفيدنج فيسل بتاع التيومر، راح مدخلها في الفيدنج فيسل بتاع التيومر هنا اهو، وراح ضارب طلقه، يعني هي داخله من هنا اهي، ضرب طلقه فيها امبولس جلفوم ولا وات ايفر. تمام، الامبولس دي طول ما هي ماشيه في القسطره ماده جيلي ماتيريال، جيلي جيلي، ماده هلاميه، ماده هلاميه، اول ما تطلع للدم تتحول الى ماده صلبه، قفلت لي البلاد سبلاي، يبقى امبولايزيشن، يبقى فاسكولار تيومر اهو، الفيدنج فيسل اهو. تمام، حطيت قسطره هنا، ضربت طلقه، سدت البلاد سبلاي. طب ما هياخد بلاد سبلاي من حته ثانيه، هياخد له اسبوع ما ياخد بلاد سبلاي من حته ثانيه، الحق وشيله بعد ما عملت امبولايزيشن. يبقى اذا ده بري اوبرتيف انفستيجيشن، مهم جدا ان انا اعمل له انجيوجرافي اند امبولايزيشن علشان اقلل البلاد سبلاي، لو اتاخرت عليه ياخد يفتح الانستموزيس وياخد بلاد سبلاي من مناطق ثانيه. يبقى اهم انفستيجيشن في الجلوموس تيومر هي الانجيوجرافي. التريتمنت بتاعها ايه؟ سيرجيكال اكسجن مع بري اوبرتيف امبولايزيشن علشان اقلل الدم. زمان قبل ما يخترعوا البري اوبرتيف امبولايزيشن، كنا لما نيجي ندخل عيان جلوموس تيومر للعمليات كنا بنحجز له 3 4 لتر دم معايا. دلوقتي ما عادش الكلام ده، لانه انت بتعمل له امبولايزيشن وبالتالي بتقطع عنه البلاد سبلاي، فلما تيجي تشيله يبقى البليدنج اقل. تمام، لو جالك عيان عنده يونيلاترال كوندكتيف ديفنس مع بالستايل تينيتس، يا حبذا لو بصيت لقيت الطبله محمره يبقى ده جلوموس تيومر. الاسكوما سيل كارسينوما اوف ذا ميدل اير بقى، اللي هي الكارسينوما اوف ذا ميدل اير، اولا ده فيري رير. انا في حياتي العمليه دي في الاي ان تي ما شفتش غير 12 حاله كارسينوما اوف ذا ميدل اير الحقيقه في حياتي. تمام، فهو مش كومن. تملي اللي عنده كارسينوما اوف ذا ميدل اير بتيجي اون توب اوف كرونيك سابرتوفايتس ميديا. ازاي؟ الكرونيك سابرتوفايتس ميديا بتعمل اريتيشن للميوكوزا كل شويه، ريكارنت انفكشن وايريتيشن، ريكارنت انفكشن وايريتيشن، فيحصل ميتابليزيا للميوكوزا بتاع الميدل اير بعد ما كان فلات كيوبويدال ابيثيليوم اتحولت الى سكوماس ابيثيليوم ميتابليزيا، وبالتالي اتحولت لكانسر سكوماس سيل كارسينوما. يبقى يوجوالي بتحصل اون توب اوف لونج ستاندنج كرونيك سابرتوفايتس ميديا. واحد عنده كرونيك سابرتوفايتس ميديا بقاله 20 30 سنه، اولا الكانسر من هنا لغايه ما تخلص دراسه كليه الطب،
اي كانسر في الدنيا من الشعر لغايه الرجلين لازم تذكر فيه 7 عناوين: سيان كانسر، نوز كانسر، لارينكس كانسر، سيرفكس كانسر، سكين كانسر، ليفر، وات ايفر. تمام، 7 عناوين في اي كانسر. ايه هما 7 عناوين؟ الايدج بتاع العيان، السكس بتاع العيان في الرجاله ولا الستات اكتر، البريديسبوزنج فاكتور بتاع الكانسر، الكلينيكال بيكشر بتاع الكانسر، الباثولوجي بتاع الكانسر مهم جدا، تمام، الانفستيجيشن بتاع الكانسر، والتريتمنت بتاع الكانسر. يبقى ده اي كانسر في الجسم. الايدج اللي بيحصل فيه الكانسر، معظم الكانسرز تحصل مور كومن ان اولد ايدج، تمام، فوق سن الـ60، ده في اللارينكس هنقول فوق سن الـ40، تمام، وان كان ده مش قانون بس بنقول مور كومن. السكس طبعا كل الكانسرز معظمهم اكتر ان ميلز ما عدا الحاجات بتاع الستات. البريديسبوزنج فاكتور، ايه الكرايتيريا اللي ممكن تؤدي الى كانسر بعد كده؟ قلت لك لونج ستاندنج كرونيك سابريتوفايتس ميديا، اريتيشن، لكن ان جنرال ممكن السموكنج والاراديشن لاي كانسر في الجسم، سموكنج واراديشن، تمام. نيجي بقى للكلينيكال بيكشر، الباثولوجي هنا سكوما سيل كارسينوما، هنا مش هقوله لان انا قلته من البدايه سكوما سيل كارسينوما. الكلينيكال بيكشر بتاع الكارسينوما اوف ذا ميدل اير، بص بقى، اي كانسر في الجسم الكلينيكال بيكشر بتاعه تنقسم الى 4 حاجات. ايه هم الـ4 حاجات؟ سيان كان كانسر بريست، سيان كان كانسر لارينكس، كان سيان كان كانسر ليفر، وات ايفر الكانسر ايه. اولا الكلينيكال بيكشر، مانيفستيشن اوف ذا برايمري تيومر، يعني نفترض واحده عندها كانسر بريست، هتقول لك انا عندي بريست ماس، بريست لامب، ده المانيفستيشن اوف ذا برايمري تيومر. وبعدين مانيفستيشن اوف لوكال سبريد، هتقول لك ما عدتش قادر احرك دراعي لان حصل انفيجن للمسل لوكال سبريد. بعد كده مانيفستيشن اوف ليمفاتيك سبريد، هتقول لك فوق الكلكيعه تحت الباط في الاجزيلا، ماس في الاجزيلا، ليمف نود. وبعدين مانيفستيشن اوف بلاد سبريد، اللي هيروح لللنج والليفر والبون والبرين، اللي هي لبلب او بلبل، لنج ليفر بون برين، هتلاقيه بيكح دم وهكذا، تمام. يبقى اذا 4 مانيفستيشن لاي كانسر في الجسم: مانيفستيشن اوف ذا برايمري تيومر، مانيفستيشن اوف لوكال سبريد، مانيفستيشن اوف ليمفاتيك سبريد، مانيفستيشن اوف بلاد سبريد. اول حاجه مانيفستيشن اوف ذا برايمري تيومر، زي الست بتاع كانسر بريست اللي قلت لك ايه، قالت عندها بريست ماس. هنا بقى السيمتومز، هو العيان ده عنده ايه من الاصل؟ عنده كرونيك سابريتوفايتس ميديا لونج ستاندنج، يبقى لها فتره اتغيرت الكاركتر بتاعها. حد يفكرني الكرونيك سابريتوفايتس ميديا كانت السيمتومز بتاعتها ايه؟ ديفنس، تينيتس، ديستشارج. اتغيرت الديفنس والتينيتس والديستشارج، زاد عليهم حاجات تانية، بقى في بين، طبعا الكانسر عمل انفيجن للنيرف، بقى في بليدنج، طبعا ات بليدز اون تاتش، بقى في فيشيال باراليسز، الكانسر عمل انفيجن للبوني كانال بتاع الفيشيال نيرف، الهيرنج لوز زاد، ده ممكن يكون كان كونداكتيف دخل على الانر اير عمل انفيجن بقى ميكسد معايا، وبالتالي الهيرنج لوز زاد. يبقى اذا change of the character of long-standing chronic subarachnoid media. لما تيجي تبص بالاوتوسكوب جوه قناة الودن، هتلاقي الريجولار فليشي ماس بليدز اون تاتش، تمام، وممكن يحصل لها extension surrounding structure، ده ممكن تاكستند على قدام، تاكستند على فوق، على ورا، وهكذا. بعد كده manifestation of local spread، هتاكستند على قدام الباروتيك جلاند والتوبروماندبولار جوينت، تعمل لهم fixation مثلا. manifestation of lymphatic spread، هتلاقي neck nodes، neck masses، lymph node masses. manifestation of blood spread، lung liver bone brain. هيروح لللنج يعمل 3 حاجات: cough hemoptysis chest pain، ده اي كانسر في الجسم، cough hemoptysis chest pain. هيروح للليفر يعمل abdominal pain joints وascites، يبقى اللنج 3 حاجات، الليفر 3 حاجات، abdominal pain joints وascites. هيروح للبرين increased intracranial tension headache vomiting blurring of vision. هيروح للبون متاسس للبون bony aches وباثولوجيكال فراكشر. باثولوجيكال فراكشر يعني فراكشر without trauma او with minimal trauma، مش كافيه انها تعمل فراكشر، تمام. يبقى لبلب او بلبل، ده اي كانسر في الجسم المتاس بتاعه lung liver bone brain. نيجي للانفستيجيشنز بتاعت كانسر اوف ذا ميدل اير او كارسينوما اوف ذا ميدل اير. انا قلت لك اي كانسر 2 انفستيجيشن، سي تي وبايوبسي،
تمام. سي تي هتبين البون ديستراكشن، البون ايروجن، تمام. ولو بالصبغه هتبين لك التيومر ماس. الام ار اي هتبين لك التيومر ماس اتسلف، وهتبين لو في انتراكرينيال اكستنشن، لان البرين ده سوفت تيشو فبيبان بالام ار اي كويس. هاخد بايوبسي علشان اشخص انها كانسر. هعمل حاجه اسمها ميتاستاتيك ورك اب، ده بيتعمل لاي كانسر في الدنيا. هو المتاس بيحصل لمين؟ لللنج والليفر والبون والبرين. وبالتالي هنعمل ميتاستاتيك ورك اب للبلب او بولبول، اللي هي لانج ليفر بون برين. اللانج عايز اعرف فيها ميتاس ولا لا، اعمل لها شيست اكس راي او سي تي يعني، بس شيست اكس راي اسهل، تمام. الليفر عايز اعرف فيها، على فكره الكومنست انفستيجيشن في كل حاجه ده ميتاستاتيك ورك اب. يعني اللانج ايه الكومنست انفستيجيشن اللي بعمله لها؟ اشعه شيست اكس راي. الليفر ايه الكومنست انفستيجيشن؟ سونار الترا سونوجرافي. البرين انتراكرينيال ايه الكومنست انفستيجيشن؟ ام ار اي، تمام. البون هعمل حاجه اسمها بون سكان، مسح ذري على العظم، الحته اللي فيها كانسر تاخد الصبغه تقوم تلمع اكتر، تمام. ده هو الميتاستاتيك ورك اب اللي هو بشوف فيه لانج ميتاستاسيس، ليفر ميتاستاسيس، بون ميتاستاسيس، برين ميتاستاسيس. لانج، ليفر، بون، برين، لبلب او بولبول. نيجي للتريتمنت 3 ار، ده كانسر يا جماعه، وتحت المخ في السكال بيز، وبالتالي لازم يتشال الكانسر كله راديكالي، يبقى راديكال ماستيديكتومي. طبعا هتمضي العين على كونسنت اللي سمعه هيضعف، لانك هتشيل كل حاجه، هتشيل ميدل اير كونتنت، وهتشيل ماستويد، وهتشيل اوسيكلز، وهكذا، تمام. هتعمل راديكال ليد ديسكشن لو في ليمف نود، يبقى راديكال ماستيديكتومي، اشيل الكانسر نفسه، اشيل الليمف نود، راديكال نيك ديسكشن، تمام. وهنشرح يعني ايه راديكال نيك ديسكشن لما نيجي لللاركس ان ديتيلز. وبعدين بعد ما اشيل الاير راديكال ماستيديكتومي والليمف نود راديكال نيك ديسكشن، يا ريت اسيبه في حاله، ده انا بحرق له مكانه كمان راديو ثيرابي، ويا ريت بيعيش، البروجنوز وحش. يبقى 3 ار راديو ثيرابي اللي هو بتدي له اشعه بعديها، لان البروجنوزس فيري باد، تمام. في حاجه في النص كده عايزين نعرفها، لو بصيت بالاندوسكوب في ودن عيان ولقيت الطبله بتاعته بلوش مسرقه، ده ممكن يبقى ايه؟ ديفرنشال دايجنوزس فلودرام. بنلخصها في كلمه HCG، كانها اختصار للهيومن كوريونيكولات الطوفين، 2 اتش، 1 سي و2 جي، تمام. طبعا هم اكتر من كده بس انا بلخصهم في دي. بنقول ممكن هيموتيمبانم الاقي الترامبلوش، ما الاول بتبقى ريدش ولما يتساب يزرق زي الصوره دي، تمام. هاي جاجلر بالب، ممكن الجاجلر بالب اللي تحت الميدل اير هنا يبقى فيه ديهيسنت فلور، فطلع جوه الميدل اير الدم مسرق فيبان ازرق لان ده فين. كاروتيد انيوريزم، يا اما الطبله حمراء لان الانيوريزم مليان دم احمر، يا اما في على الوول بتاع الارتري فينوس سيركيوليشن كتير وبالتالي يبان مسرق، يبقى كاروتيد انيوريزم. سي جلو اير اللي هي سيكريتوروتايتس ميديا، اسمها الثاني جلو اير، ممكن جريش عدهالي تمشي بلوش، او جلوماس تيومر ممكن عدهالي برضه لان الجلوماس بتبان حمراء، ولكن هم بيقولوها كده في الكتب. قال ايه؟ لو الفينس بلاد اكتر شويه تبان بلوش، تمام. ده اللي هو ديفرنشال دايجنوس اوف بلو درام اللي هي اتش سي جي، 2 اتش و1 سي و2 جي. نيجي لموضوع الاوتوسكليروزس. اوتوسكليروزس، اوتو يعني ودن، اوتك، سكليروزس يعني تيبث، فايبروزس حاجه ناشفه، تمام. الاوتوسكليروزس ده اسمه بالفرنساوي اوتوسبونجوزس، سبونجي بون، اسمه بالانجلش والامريكان اوتوسكليروزس. طيب اجل التسميه دلوقتي، هو الاوتوسكليروز ده عباره عن ايه؟ هيريديتري، ترانس فاميليال، هيريديتري localized disease، localized بيجي في localized area، بيجي في localized area في الاوتيك كبسول. على فكره ده ما يحصلش الا البني ادمين بس، الهيومن سبيشيز، تمام. يبقى hereditary localized disease اوتيك كبسول. ايه هو الاوتيك كبسول ده؟ هو الانر اير، الانر اير دي هي الاوتيك كبسول، امبريولوجيكال اسمها اوتيك كبسول. الله، طب طالما هي ديزيز اوف ذا اوتيك كبسول اللي هو الانر اير، احنا بناخدها في الميدل اير ليه؟ لانه ثبت الاستيبس في مكانها في الاوفال ويندو، فعمل لي مينلي كوندكتيف ديفنس، ده النوع السيمبل بتاعه، تمام. وبالتالي احنا بناخده كديزيز اوف ذا ميدل اير، لكن هو اكشوالي
ده ديزيز اوف اورتيك كبسول اللي هو انر اير، بس متصنف في الكتب على انه ديزيز اوف ذا ميدل اير لانه بيثبت الاستيبس في مكانها، وبالتالي بناخده تبع الميدل اير. تمام؟ يبقى هيريديتري لوكالايزد ديزيز اوف ذا اورتيك كبسول كاركترايزد باي ريبليسمنت اوف ذا نورمال كومباكت بون باي سبونجي بون، علشان كده بالفرنسيه اسمه موتوس بونجوزيس، مع انكريس سيلولاريتي فاسكولاريتي اند ثيكنس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بسهوله لما ارسمه لك، بص بقى ده سهل جدا، دي عباره عن الاوريكل اكسترنال كانال، دي الدرام، دي هنا الميدل اير، هنا كده دي الميليس، هنا دي كده الانكس، وهنا دي الاستيبس. الاستيبس اللي هي القفله الاوفال ويندو بتاع الانر اير. تمام؟ انت بتسمع ازاي؟ ان الصوت يهز الطبله، تهز الميليس، تهز الانكس، تهز الستيبس اللي هي الاوسكل، فالاوفال ويندو يروح اللي هي الفوت بليت اوف ذا ستيبس، تروح داخله لجوه في الاوفال ويندو وتطلع لبره، تدخل لجوه وتطلع لبره، اللي هي الحته دي كانها زي كاوتشت او طبه السباكه، عماله تدخل لجوه وتطلع لبره، فتقوم تسمع لانها كده بتهز البريلمف والاندولمف اللي في الانر اير. لسبب ما الاوفال ويندو ده حصل له فيكسيشن مع الفوت بليت، يعني الفوت بليت بقت فيكسد، كان طبه السباكه صدت، لا عادت لا بتروح ولا بتيجي. تمام؟ سكليروزس. بقول لك ايه، تعال افكرك بحاجه في الباثولوجي بتاع سنه ثالثه، هي الفراكشر عباره عن ايه؟ فراكشر للعظم عباره عن ايه؟ بص بقى، كسر في الهيومرس او في الفيمر كان عباره عن ايه؟ اهو العظم اتكسر، اهو التو اندس اتكسروا بتوع العظم، فيقوم يتكون كيلس. الكيلس ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن اوستيوبلاست وفاسكولاريتي، اوستيوبلاست كتير، سيلولاريتي كتير، وفاسكولاريتي، وبالتالي الثيكنس يزيد، اللي هو السبونج ستيج عندنا هنا في الاوتوسكليروزس. وبعدين الكيلس ده يبتدي يحصل له ماتيوريشن اللي كنتوا بتسموها ريمودلنج، فيبتدي ماتيور فيبقى كوندنسد يقل. تمام؟ ويبقى سكليروتيك بون ويبقى فيكسد هارد، هو ده السكليروتيك ستيج. يعني الاوتوسكليروزس تمر بمرحلتين، مرحله السبونجي اللي هي اكتف سيلولاريتي بتزيد وفاسكولاريتي، وبعد كده مرحله الان اكتف ستيج اللي هي الهاردنينج بقى. تمام؟ طيب يعني هو في الاول بيتكون نيو بون فورميشن، هنا هو في الحته ده، هي الرسمه اللي في عندك في الكتاب اهي، ده الاوفال ويندو مقفول بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، هيتكون نيو بون فورميشن سبونج ستيج ليتر اون. طبعا السبونج ستيج ده العظم بيبان احمر لانه فاسكولار، ليتر اون السبونج بون ده يبقى سكليروتيك بون، يبقى كوندنسد والحمار بتاعه يختفي والفاسكولاريتي تقل. اذا هو هيريديتري لوكالايز ديزيز ترانس فاميليال، واكتر في الكوكيزيان بيبول بالمناسبه، بيأفكت الاوتيك كبسول اللي هو الانر اير، بيعمل ريبليسمنت للنورمال كومباكت بون بتاعنا اللي هو الاوفال ويندو اهو، والفوت بليت كانت جواه اهي، حصل وفي انيولار ليجامنت هنا حواليهم كاوتشه، فحصل نيو بون فورميشن هنا، فالفوت بليت اللي هي الاف دي بقت فيكسد في الاوفال ويندو اللي هو كل ده. تمام؟ ما عادش بيتحرك. سببه ايه؟ الله اعلم، لكن انت قلت لي هيريديتري ترانس فاميليا، وعلى فكره لها كذا ثيوري مش هنتكلم فيهم دلوقتي. انواع الاوتوسكليروزس، استابيديال تايب اللي انت قلتها لي اللي هي الفوت بليت اوف ذا ستيبس اصبحت فيكسد مع الاوفال ويندو، تمام؟ وبالتالي ما عادش بيتحرك. انكيلوزس، فاكر كلمه انكيلوزس؟ انكيلوزس للالبو جوينت، يعني ما عادش بيتحرك. تمام؟ وبالتالي حصل انكيلوزس او فيكسيشن للاوفال ويندو والستيبس مع بعض، ادى الى كونتاكتيف هيرنج لوس، ده الاستابيديال تايب، او كوكليار تايب، وده يعني الريرست تايب اللي هو يحصل الاوتوسكليروتيك فوكس دي اللي هي السبونج بون اللي الزياده اللي كاون ده يحصل جوه كوكليار داكت، وبالتالي يؤدي الى سنسري نيورال هيرنج لوس. وعلى فكره هو بيسكريت انزيمز فيؤدي الى فيرتايجو، لان هي الانزيمز هتلف في البريليمف وتروح على الفيستيبولار بارت. تمام؟ يبقى كوكليار تايب رير، يعمل سنسري نيورال هيرنج لوس وفيرتايجو. ممكن ميكسد الاثنين؟ يعني كوكليار واستابيديال. على فكره على مستوى الدكتوراه والماجستير الميكسد تايب هو الكومن ستايب، بينما على مستوى طالب الاندر جراديويت انا رايي يعتبر الاستابيديال تايب
هو الكومنست تايب. وعلشان كده انا عايز احفظه باللغه العربيه الفصحى. يعني ايه اوتوسكليروزس؟ تيبس عظمه الركاب. تيبس عظمه الركاب، عظمه الركاب دي اللي هي الاستيبس اللي شكلها عامل كده، عامله زي الركاب بتاع الحصان او الحمار لما تنط على ظهره اللي بتحط فيها رجلك وتنط، تمام؟ تيبس عظمه الركاب. وبالتالي انا عايز الخص الاوتوسكليروزس انها ستابيديال فيكسيشن. ده التعريف البسيط ليها، ستابيديال فيكسيشن، تمام؟ بالنسبه للانسيدنس بتاعت الاوتوسكليروزس، اولا يوجوالي بتيجي ناحيتين بايلاترال، غير انها تيجي في ودن واحده يونيلاترال 15% من الحالات يونيلاترال، بينما بايلاترال في 85% من الحالات زي ما انت شايف على السلايد كده، تمام؟ مور كومن ان فيميلز، وبتيجي بالذات في الميدل ايج، تبتدي في الميدل ايج. هي وجبت لكم صوره فيميل اهي، دي فنانه كان عندها الحقيقه اوتوسكليروزس ومشهوره جدا، وعملت عمليه للاوتوسكليروزس في وقتها، تمام؟ وهي جالها فعلا في الميدل ايج. بس هل فعلا الديزيز اكتر في الفيميل؟ لا، في ناس بيقولوا هو ايكوال ان ميل اند فيميلز، ولكن نظرا ان الفيميل بيحصل لها بريجنانسي فبتعلى البريجنانسي هرمونز اللي بروجسترون والاستروجين، فبتاكتيفيت الاوتوسكليروزس وبالتالي بتزود الاوتوسكليروز عندها، وبالتالي الستات يشتكوا، وعلشان كده قالوا مور كومن ان فيميلز. يبقى الانسيدنس يوجوالي بايلاترال، مور كومن ان فيميلز، وتيجي في الميدل ايج. يبقى لو جالك بروبلم سولفنج واحده ست 35 40 30 سنه، تمام، عندها بايلاترال ديفنس وتينيتس، بتبص عليها بالاوتوسكوب لقيت الدرام انتكت ونورمال، يبقى دي غالبا اوتو سكليروزس، يبقى مور كومن ان ميدل ايجد فيميلز وتيجي بايلاترال. الصوره دي جميله قوي، ده النورمال يا جماعه، اللي هو الدرام تدخل لجوه مع الصوت، تقوم تزق الاوسكل، يقوم الاوفال ويند الفوت بليت تدخل لجوه الاوفال ويندو، يقوم الراوند ويندو يطلع لبره، ده النورمال. في الاوتوسكليروز ايه بقى؟ ده بقى فيكسد في مكانه، ما عادش بيتحرك. برضه ده النورمال اللي فوق، ده الفيديو اللي انت شايفه ده النورمال، تمام؟ اما ده هو الاوتوسكليروز الاستيبس بقت فيكسد. الكلينيكال بيكشر بتاع العينه دي، اولا ده مش انفكشوس ديزيز ولا في بيرفوريشن ولا ديسشارج ولا اي حاجه، تمام؟ وبالتالي الكلينيكال بيكشر السيمتومز ديفنس، لان الاستيبس بقت فيكسد في مكانها، تمام؟ ومفيش ديفنس من غير تينيتس وفيرتايجو. فيرتايجو طبعا، تمام؟ فيرتايجو امتى؟ لما يكون كوكلير تايب او ميكس تايب، يعني هو رير. يبقى ديفنس، الديفنس ده يونيلاترال ولا بايلاترال؟ هو ديزيز يوني ولا باي؟ يوجوالي باي، يبقى بايلاترال ان موست كيسز، 15% من الحالات يونيلاترال ديفنس، تمام؟ الديفنس ده اسوشيتد مع حاجه اسمها باراكيوزس وليشياي فينومينا. يعني ايه يا دكتور باراكيوزس وليشياي فينومينا؟ يعني يسمع احسن في وسط الزحمه، ازاي؟ hearing is better in noisy places. هو انا دلوقتي لو عندي conductive deafness وبعدين انا وانت ماشيين في شارع هدوء، فوانت عمال تكلمني وانا عندي conductive deafness، فانا عمال اقول لك ما تعلي صوتك يا عم، ما تعلي صوتك يا عم، وبعدين رجلنا خدتنا للزحمه، فانت عليت صوتك من غير ما اقول لك، عليت صوتك لوحدك above the level بتاع الثريشولد بتاعه، وبالتالي انا سمعتك لما عليت صوتك. هو ده الاوتوسكليروزس، اللي هو hearing is better in noisy places. يعني انا ما كنتش سامع والدنيا هدوء لانك موطي صوتك، وسمعت احسن في وسط الزحمه في وسط الدوشه لان انت عليت صوتك فقمت سمعت. على فكره ده كاركتر لمعظم الكوندكتيف ديفنس، بس هي اتوصفت هنا في الباراكيوزس في الاوتوسكليروزس. انا هبسطها لك اكتر، بس هو تبسيط غير علمي، وكانه سبحان الله الصوت العالي زق الاستيبس بالعافيه اللي هي فيكسد، تمام؟ يبقى hearing is better in noisy places. Paracusis will shy phenomena. Tinnitus لأن ما فيش ديفنس من غير tinnitus زي ما أنا قلت. وفيرتايجو رير لو معاها cochlear type أو mixed. يعني في focus autosclerotic focus جوه الانر ear في الكوكليا. نيجي للساينس. أنت عندك فكرة أن الساينس الاكزامينيشن بتاع الميدل ear اوتوسكوبي وشكرا نانا. تمام؟ الاوتوسكوبي. لما تحط الاوتوسكوب في الاكسترنال كانال هتلاقي حاجة؟ لا طبعا. هتلاقي حاجه في الدرام؟ لا طبعا. مش هلاقي اي حاجه، كله نورمال.
هو انت هتشوف الاستبس اللي فيكسد بالاوتوسكوب ابدا، تمام؟ يبقى كل شيء نورمال، بس فيري رير احيانا 1% من الحالات تلاقي الطبله محمره، هي مش محمره، هو العيان جالك في الاكتيف ستيج. بص بقى، العيان جالك في الاكتيف ستيج زي الصوره اللي فوق دي، بتبص بالاوتوسكوب من هنا، فالعيان جالك في الاكتيف ستيج والاوتوسكليروتيك فوكس حمراء، اوتوسبونجوزيس، حمار الاوتوسكليروتيك فوكس بان من خلال الطبله، فالطبله سيمي شفافه فبانت حمراء، تمام؟ وبالتالي شوارتز هو اللي شافها. شوارتز ده من امريكا من امريكا اللاتينيه، فاول ما شاف حمار الطبله كده، هو عندهم طائر في امريكا اللاتينيه اسمه الفلامينجو، وعلى فكره الفلامينجو ده رقصه اسباني في امريكا اللاتينيه وفريق كرة قدم في أمريكا اللاتينية، وطائر الفلامينجو رمز من رموز دولة من دول أمريكا اللاتينية، زي عندنا النسر كده على العلم بتاعنا، هم عندهم طائر الفلامينجو، تمام؟ لأنه مشهور جدا. فهو أول ما شاف اللون الأحمر ده في الطبلة شوارتز قال لك بس ده فلامينجو ريد إن كولر. وبالتالي فلامينجو ريد إن كولر ممكن تحصل إمتى؟ في الأكتيف ستيج، وده رير إن يجي لك العين في الأكتيف ستيج، 1% من الحالات. يبقى بالاوتوسكوب هلاقي كل حاجه نورمال، لو لقيت الطبله حمراء يبقى ده اكتيف اوتوسكليروزس فاسكولار، اوعى تعمل له العمليه وهو اكتيف لانه فاسكولار، تمام؟ فاسكولار مش لدرجه وانت بتعمل له العمليه هيموت من النزيف، لان ده ستيبس يعني مش دم كتير، ولكن لما يحصل بليدنج هتعوق الفيلد بتاع العمليه، هتغطي لك المنظر بتاع العمليه، مش هتعرف تخليك تكمل العمليه كويس، زائد ان ممكن يحصل ريكارنس لانها اكتيف. طيب يبقى ده بالاوتوسكوب الاقي كل حاجه نورمال. الشكر ان انا تيونينج فورك تيست الاقي العيان ده عنده كونداكتيف هيرنج لوس. لو استبيديال تايب هيسمع بالبون احسن من الاير، لان ده الكومن زي ما قلنا على مستوى الاندر جراديويت. طيب ولو كوكليار تايب يبقى سنسري نيورال، يعني الاير والبون ريديوست، الاير كوندكشن والبون كوندكشن ريديوست، ولكن الاير ستيل احسن من البون. الكومن على مستواك انت في سنه رابعه او الاندر جراديويت يبقى كوندكتيف هيرنج لوس، البون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن. الانفستيجيشن هعمل له بيورتون ايديومتري، الاقي كوندكتيف هيرنج لوس لو استبيديال تايب، سنسري نيورال لو كوكليار تايب، ميكسد لو ميكسد تايب اللي هي كومبايند اوتوسكليروز كومبايند تايب. طيب هعمل له تيمبانومتري، وهنتكلم في الايديولوجي عن التيمبانومتري ده كتير قوي. تيمبانومتري، تيمبانومتري يعني بشوف الريزيستنس اوف ذا درام، بشوف الكومبلاينس اوف ذا درام. طب وهي الكومبلاينس اوف ذا درام دلوقتي الاستبس بقت فيكسد، يبقى الدرام ما بتتحركش كويس مع الصوت. اهو بص، دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، دي الدرام، دي كده الميدل اير، ودي الانر اير، هنا الميليس، هنا الانكس، ودي الاستبس. الاستبس بقت فيكسد في مكانها في الاوتوسكليروزس. يا ترى الصوت لما يقع على الطبله او الساوند بريشر او اي بريشر هيهز الطبله طبيعي؟ ليه؟ السوسته فيكسد، لان الاستبس فيكسد، فبالتالي الطبله هتبقى الريزيستنس بتاعتها عاليه. فاول ما الصوت يقع على الطبله او البريشر يقع على الطبله، بدل ما الكيرف يروح طالع وراجع، لا هيبقى قصير، الطبله ما اتحركتش جامد، اتحركت بسيط، يبقى اذا ستيف اللي هو اي اس اتحركت، اي زي ما هنقول في التمبرومتري بعد كده، لكن اس ستيف يبقى اي اس او ستانتد كيرف قصير، تمام؟ اي اس نورمال ولكن ستيف، اي نورمال ولكن الدرام ستيف لان الاستبس اللي وراها فيكسد. طب ولو عملت له اكوستيك او استبيديال ريفلكس هلاقي نو ريسبونس. يعني ايه اكوستيك او استبيديال ريفلكس؟ ده بتسمع العيان صوت فوق ال 70 ديسيبل، فيحصل كونتراكشن للاستبيديال ماسل، تمام؟ تؤدي الى ان الريزيستنس بتاع الدرام تزيد. طبعا بص بقى، بذمتك لو سمعت العيان ده صوت فوق ال 70 ديسيبل، الاستابيدياس اهي اللي هي اتاتشد انسيرتد في الاستابس، الاستابيدياس دي كونتراكتد، هل هتاثر على الاستابس؟ طب الاستابس اوريدي فيكسد. يعني انا لو سمعت العيان صوته عالي، الاستابس اوريدي فيكسد، الاستابيدياس حصل لها كونتراكشن، طب ما الاستابس اوريدي فيكسد ما فرقتش، يبقى نو ريسبونس. بالظبط لما اشبهها لك يا اخي، الالبو جوينت ده البايسبس بتعمل فليكشن والترايسبس بتعمل اكستنشن، تمام؟ الالبو جوينت ده حصل له انكيلوزس، هل هيفرق معاه
الكونتراكشن بتاع البايسبس ويحصل فليكشن ولا يفرق معاه، ما هو اوريدي انكيلوزد وفيكسد. نفس الكلام لما سمعتني صوت عالي وحصل كونتراكشن الاستابيديس ولا فرقت مع الدرام، الريزيستنس هي هي لانه اوريدي الاستابيس فيكسد، يبقى نو ريسبونس. نيجي للحاجات اللي شبه الاوتوسكلوز اللي هي الديفرنشال دايجنوزس. ايه الحاجات اللي شبه الاوتوسكلوز اللي هي تعمل كوندكتيف ديفنس مع انتاكت درام؟ اول حاجه الاوستيوجينيس امبرفكتا. يعني ايه بقى اوستيوجينيسيس امبرفكتا؟ اوستيو عن عظم، جينيسيس تكوين، امبرفكتا ما كانش بيرفكت. بص بقى سبحان الله، العظم بتاعنا ليه فيري هارد؟ علشان جواه كولاجين باند، الشبكه من الكولاجين بتبقى الشبكه دي ضيقه فبتبقى فيري هارد. طب ليه الجلد بتاعنا رخو؟ علشان في كولاجين باندل الشبكه واسعه شويه فالاستيك، وهكذا والتيشو الان بتوين ان بتوين. فانا هشبه لك بحاجه، بص بقى العظم بتاعنا الكولاجين باندل الشبكه عامله كده ضيقه، وعلشان كده العظم فيري هارد. نيجي للاوستيوجينيس امبرفكت، الشبكه بتبقى ازاي بقى؟ ما بتبقاش كده، بتبقى الشبكه واسعه بتاع الكولاجين باندل والريجولار، تمام، وبالتالي العظم بيبقى ويك. يبقى اوستيو عظم جينيسيس تكوين ما كانش بيرفكت، يقوم صوت عالي يروح كاسر اهي الكراس بتاع الاستيبس، يعني الاستيبس اتكسرت فتروح لما بكيلس فتروح لازقه الاستيبس في مكانها. فيجي للعين اللي عنده اوستيوجينيس امبرفكتا ده، الطفل ده يجي له كوندكتيف هيرنج لوس لان الاستيبس بقت فيكسد بالكيلس اللي اتكون بعد ما حصل لها فراكشر. الطفل ده يبقى عنده بلو سكليرا، السكليرا بتاعته زرقاء. ليه؟ علشان الكولاجين باندل بتاع السكليرا ثين، فمبينه الكرويد بليكسس من تحتها فتبان زرقاء. وعلى فكره في ديفرنشال ديجنوس اوف بلو سكليرا، ده سؤال رمض، ده حاجه ثانيه. والعيان ده عنده مالتيبل فراكشر، ليه؟ علشان الكولاجين باندل بتاعه. يبقى اذا ثلاث حاجات في الاوستيوجينيس امبرفكتا، كونتاكتيف هيرنج لوس، الاستيبس اتكسرت ولمت بكيلس، بلو سكليرا علشان الثين سكليرا بينت الكرويد بليكسس اللي تحتها، ومالتيبل فراكشرز علشان هو اصلا استوجينيسيس امبرفكتا، تمام؟ كولاجين باندل ما كانش بيرفكت. برضو من ضمن الاسباب بتاع كونتاكتيف ديفنس مع انتاكت درام السكريتور تايتس ميدي. الدكتور هو بيكشف على العين ما شافش بابلز ولا شاف حاجه، ما خدش باله اللي هو المنظر ده، كان في فلويد بيهايند الدرام والدكتور ما خدش باله، تمام؟ ادهيسيف تايتس ميديا، ما خدش باله من السيفيرلي ريتراكتد درام، تمام؟ ما هو كوندكتيف ديفنس مع انتاكت درام. تيمبانوسكليروزس، ما خدش باله من البطشه البيضاء دي، تمام؟ كانت البطشه البيضاء دي اللي هي التيمبانوسكليروتيك فوكس ان بتوين الاوسكيل والدرام، ما عليهاش تيمبانوسكليروتيك وايت باتش، تمام؟ كونجنتال استابيديال فيكسيشن. ايه بقى الكونجنتال استابيديال فيكسيشن ده؟ هو الاوسكليروزس بس ديتنج سينس بيرث كونجنتال. خلي بالك انت مش من حقك تقول اوتوسكليروز كونجنتال ديزيز. ليه؟ لان هو مش كونجنتال، هو العيان مولود كويس وبعد كده ظهر في الميدل ايج، يبقى هيريديتري. اما لو الطفل اتولد بالاستيبس فيكسد بقى مرض اسمه كونجنتال استابيديال فيكسيشن، ده غير الاوتوسكليروز، لكن نفس المانيفستيشن ونفس كل حاجه. يبقى هو ده الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الاوتوسكلوز، اللي هي الحاجات اللي تعمل كوندكتيف ديفنس مع انتاكت درام، اوستوجينيس امبرفكتا، الميدل اير فيوجن، الاديسيف اوتايتس ميديا، كونجنتال سيريديال فيكسيشن، تيمبانوسكليروزيس وهكذا. نيجي للتريتمنت بتاع الاوتوسكليروزيس. هو انت النورمال هيرنج بتاعك كام؟ عند كام ديسيبل؟ عندي زيرو ديسيبل، تمام؟ ده النورمال بتاعنا كلنا تقريبا، الرينج بتاعنا زيرو ديسيبل لغايه 20 ديسيبل، وفي ناس بيقولوا 25 كمان، انت تعتبر نورمال. يعني لغايه 20 ديسيبل انت تعتبر نورمال. يعني لو الايرو والبون بتوعك عند 0 ديسيبل نورمال، عند 10 نورمال، لغايه 20 نورمال. طيب واحد كان بيرفكت هيرنج، عنده بيرفكت هيرنج، الايرو والبون عند 0 ديسيبل، تمام، وبعدين جاله اوتوسكليروزس فالستيبس بقت يعني فيكسد، فمين الكيرف اللي هيقع، الاير ولا البون؟ اكيد الاير، لانه كونتاكتيف هيرنج لوس فالاير هيقع. طيب لو البون لسه سليم، والبون هيبقى سليم في الاستابيديال تايب، والاير وقع،
لو بقول لك لو الايربون جاب الفرق بين الاير والبون اقل من 20 ديسيبل ما تعملوش عمليه، دي اسمها الايربون جاب، الفرق بين البون والاير كوندكشن، ما تعملوش عمليه. ليه؟ لانه ستيل وذ النورمال ليميت العين مش هيحس بفرق العمليه، مش هيحس البنفيت بتاع العمليه. يبقى اذا نو تريتمنت لو الايربون جاب اقل من 20 ديسيبل. طيب ايه كلاسيك سيرجيكال تريتمنت للاوتوسكليروزس؟ عمليه اسمها ستابيديكتومي. مش الستيبس فوت بليت بقت فيكسد في الاوفال ويندو اللي هي دي؟ اه. طب ما تيجي نشيل الستيبس ونحط مكانها حاجه صناعيه تتحرك ونخرم الفوت بليت بحيث انها تتحرك بيستون كده، تمام؟ يتحرك مع الصوت. استابيديكتومي از ذا تريتمنت اوف تشويس لو الايربون جاب اكتر من 20 ديسيبل، تمام؟ وهركب مكان الستيبس تيفلون بيستون، وهنشرحها دلوقتي، تيفلون بيستون اور فات اند واير زي ما هنشرحها دلوقتي، ماشي؟ تمام. اجل الاستابيديكتومي بس دقيقتين هشرحها لك. الميديكال تريتمنت بقى امتى تلجا لميديكال تريتمنت؟ هو اصلا المرض ده فيكسيشن في الاستيبس وبالتالي علاجه سيرجيكال. لا، في حاجه اسمها ميديكال لو انا مش عارف اعمل السيرجيكال، اللي هي ايه بقى؟ لو العيان ده جالي اكتف اوتوسكليروزس والطبله حمراء، ما هو ما ينفعش تعمل جراحه وهي اكتف. لو العيان ده جالي كوكليار اوتوسكليروزس هتعمل له استابيديكتومي ليه؟ اذا كانت ديزيز في الكوكليا هتشيل له الاستيبس ليه؟ الاستيبس كويس، وهكذا. يبقى الميديكال تريتمنت ان انت بتوقف البروسيس اللي اسمها اوتوسبونجوزس، اللي هو تكوين العظم الزياده 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 اللي عمال يتكون ده، عايز اوقفه. يوقفه بايه؟ صوديوم فلورايد. صوديوم فلورايد. وهنا اسالك سؤال، هم ليه حطوا لك فلورايد في معجون السنان؟ لتقويه الاسنان. هم ليه حطوا لك فلورين في الميه؟ لتقويه عظمك. نفس الكلام، صوديوم فلورايد بيسبرس بيوقف البروسيس علشان ما عادتش تزيد، تمام؟ فده صوديوم فلورايد، بس هو ممنوع دخوله مصر، يعني مش واخد ابروفال من وزاره الصحه، لان ليه مشاكل كتير جدا. ده ممكن يعمل رينال فيلير، لو واحده حامل خدته ممكن يعمل فلوروزس للبيبي، تعظم، تمام؟ لو واحد عنده بيبتيك ألسر خطر جدا، يعني كذا كذا مشكله الحقيقه، تمام؟ يبقى الصوديوم فلورايد هو الميديكال تريتمنت. نستخدمه امتى؟ لو الاوبريشن كونترا انديكيتد، واحد مش راضي يعمل العمليه بمزاجه، عنده مرض معين يمنعه انه يعمل العمليه، تمام؟ لو كوكليار تايب وعامل سنسري نيورال هيرنج لوس مش هينفعه استابيديكتو. لو بوست في شوارت الساين اللي هي فاسكولار ريد فلامينجو ريد الكالر دراما وبالتالي اكتف ما ينفعش العمليه. بس في ناس بيدوا الصوديوم فلورايد ده لما تبقى اكتف، تمام؟ فتتحول بعد فتره لان اكتف فيعملوا العمليه، تمام؟ طيب هيرنج ايد، سماعه، ركب له سماعه، ده لو ايه؟ لو سيفير سنسوري نيورال هيرنج لوس، يعني كوكليار تايب وعامل سيفير سنسوري نيورال هيرنج لوس يبقى سماعه، تمام؟ او لو عيان عنده ستابيديال ورافض يعمل عمليه خلاص هو حر، يبقى سماعه هيرنج ايد. ايه هي الاستابيديكتومي بقى؟ احنا هنشرح الاستابيديكتومي دلوقتي ومش هنشرحها في الاوبريشنز اللي هتتشرح في اخر حصه في اخر محاضره في الاير. يعني احنا هنكتفي بشرحها دلوقتي طالما اتكلمنا على موضوع الاوتوسكليروسيس. اولا استابيديكتومي يعني ريموفال اوف ذا ستيبس سوبر ستراكشر. يعني ايه كلمه سوبر ستراكشر؟ دي الميليس، دي الانكس، ودي اللونج بروس بتاعها، عامل كده بالظبط، وهنا الستيبس، ده الهيد، وده الكراس، وده الكراس، وهنا الفوت بليت. الفوت بليت دي اللي قافله الاوفال ويندو، هنا ده يعتبر ده الاوفال ويندو ومقفول بالفوت بليت. فالستيبس دي مقسومه نصين، الحته دي اللي انا علمت عليها ظللتها دي بالاصفر اسمها ستيبس سوبر ستراكشر، اللي هي عباره عن ايه؟ الهيد، دي الهيد اوف ذا ستيبس، والانتروكراس والبستروكراس بتسموهم الكروره. يبقى اذا الستيبس سوبر ستراكشر اهي، دول الستيبس سوبر ستراكشر، والحته دي بقى الفوت بليت اللي هي هنا دي، انا فصلتهم عن بعض هنا، المفروض يبقوا اتاتش لبعض، ده السوبر ستراكشر وده الفوت بليت، تمام؟ انا هشيل الستيبس سوبر ستراكشر، تعال ارسمها لي،
اللونج بروس اوف انكاس اهي، وبعدين الهيد اوف ذا ستيبس اهي، وبعدين الكروره اللي هانتروكراس والبستروكراس، وبعدين دي الفوت بليت اهي قافله الاوفال ويندو اهو، وهنا الاندو اوستيال لير بتاعه الانر اير، هنا بريليمف تمام، وده اللونج بروس اوف انكاس، الحته دي هي اللونج بروس اوف انكاس. انا هاجي اشيل الستيبس سوبر ستراكشر، ليه يا عم؟ هالستيبس سوبر ستراكشر نورمال، استنى عليا. يبقى الهيد والانتروكراس والبستروكراس، شلت الستيبس سوبر ستراكشر وسبت اللونج بروس اوف انكاس كده تمام، وبعدين اجي على الفوت بليت اخرمها، اخرمها من هنا، هنا اهو، لما اخرمها اسيب الاندو اوستيال لير دي سليمه، والا لو اتخرمت مني البريليمف هينزل، بريليمف فيستولا، وتبقى مصيبه تمام. يبقى اذا هخرم الفوت بليت اوف ذا ستيبس واسيب الاندو اوستيال لير سليمه اللي حبسها لي البريليمف، واجيب تيفلون بيستون اللي هو ده، ده او ده تيفلون بيستون، هرسمه بالازرق اهو، اركبه هنا كده، يقوم الصوت لما يهز الانكس يهز التيفلون بيستون، تقوم تدخل في الخرم اللي انا عملته جوه الفوت بليت، تقوم تهز الاندو اوستيال لير بتاع البريليمف، يقوم العين يسمع تمام. هو ده الاستابيديكتومي. يبقى الاستابيديكتومي ريموفال اوف ذا ستيبس سوبر ستراكشر تمام، ذين بارشال ريموفال، وعلى فكره هوريها لكم فيديو كمان شويه بس اصبر عليا، ذين بارشال ريموفال اور ميكينج ا هول ان ذا فوت بليت اوف ذا ستيبس، واعمل ريستوريشن للكونتاكت فيري ميكانيزم بتفلون بيستون او فات اند واير، ممكن اركب حته سلكه وشويه فات هنا بدل التفلون بيستون، او تف بلاتينم، جهاز معين مصنوع من التفلون والبلاتينم تمام. امتى اعمل استابيديكتومي للعيان؟ لو عنده استابيديا الاوتوسكليروزس مع كونتاكت فيرنج لوس، الايربون جاب اكتر من 20 ديسيبل زي ما انا قلت لك، الايربون جاب اكتر من 20 ديسيبل. التكنيك بتاعها، اولا الانستيزيا بتتعطى جنرال اور لوكال انستيزيا، الانسيجن اللي هيتعطى من بره ممكن تتعمل بلوكال انستيزيا على فكره تمام، الانسيجن اللي هيتعمل بنقول يا اما اندو اورال يا برمييتال. اندو اورال يعني هتفتح عند الانسيزورا تيرمينالس، هنا في حاجه اسمها الانسيزورا تيرمينالس ما بين التريجس وبين الهيليكس اللي هي الحته دي، انسيزورا تيرمينالس افتح فيها اوسع قناه الودن وادخل اعمل استابيديكتوم، يا اما برمييتال انسيجن. الانسيجن الثاني ممكن برمييتال، ازاي؟ من جوه الميتس، ليه تكنيك معين اهو، بيفتح من الساعة 12 للساعة 6، اعتبر دي الساعة 6 ودي الساعة 12 أو العكس تمام، ففتح انسيجن، على فكرة اللي أنت شايفها دي الدراما، امسحها اهي تمام. بعد كده بخلع بعمل ديسكشن للسكين، ببعد السكين عن البون بتاع الاكسترا كانال، وتدخل جوه الميدل اير وتعمل العملية بتاع الاستابيديكتوم بتاعتك. يبقى برميتال من جوه الميتس، اند اورال عن طريق الانسيزورا تيرمينالس بتفتحها. طيب بعد كده التكنيك بتاعها نفسه، ان انت بتشيل ستيبس سوبر ستراكشر وتعمل هول في الفوت بليت اوف ذا ستيبس، وتركب التفلون بيستون بتاعك اللي هو ده اللي باين في الصوره ده تمام. ده التكنيك. دكتور امتى ما تعملش العمليه؟ لو العيان ده حامل، واحده ست حامل، ليه؟ هو انت ليه قلت الاوتسكلوس اكتر في الفيميلز؟ هي المفروض ايكوال ان ميل اند فيميلز، ولكن الفيميلز بيحصل لهم حمل، فالبريجنانس هرمون بتاكتيفيت الاوتوسكلوروزس، علشان كده احنا بنقول مور كومن ان فيميلز. في الواقع هو مش مور كومن ان فيميلز، هو ايكوال ان ميل اند فيميلز، بس بيزيد بالفيميل نتيجه للبريجنانس هرمونز تمام، انها بتاكتيفيت بتزود الاوتوسكلوروزس. فهي لو الست دي حامل يبقى البروسس عندها اكتف، وفي ناس بيقولوا كمان لو لاكتيتنج يبقى البريجننس هرمون عالي، البروجسترون والاستروجين عاليين، وبالتالي ما تعملش العمليه لان ممكن تبقى اكتف. يبقى لو ست حامل ما تعملش استابيديكتومي، استنى شويه. سي اس او ام، سي اس او ام 1 سي 2 اس 2 او
اتنين ام اهو سي اس اتنين اس اتنين او اتنين ام. بص بقى تشايلد وعنده اوتوسكليروسس اتني بي كونجنتال استبيديال فيكسيشن اه ممكن، ولكن ممكن تبقى اوتوسكليروس المنع، ما هو بيبتدي بين الايدج لكن ممكن يبتدي في تشايلد هود بيريود ده غير. فلو ابتدى في الطفوله بتبقى البروسس اكتف لو اوتوسكليروسس تمام، يبقى اتني بي اكتف ان تشيلدرن فما تعملوش العمليه. لو العيان ده عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس هتحرك له الاستيبس تاني، طب ما هو مش هتفرق لان الانر اير والنيرف ضعيف تمام، يبقى لو سنسوري نيورال هيرنج لوس. لو العيان ده عنده شوارت ساين بوستيف اللي هي الثانيه اس يبقى البروسيس اكتف. لو العيان ده اولد ايج عيان عنده 60 70 سنه وجاي لك باوتوسكليروزس واستبيديال فيكسيشن، هو اوريدي عنده بريسباكيوسس اللي هو الانر اير والعصب بتاع السمع ضعيف تمام، وبالتالي مش هيفرق معاه لانه عنده اوريدي سنسوري نيورال هيرنج لوس بريسباكيوسس، ولايبل ان الانر اير يحصل فيها مشكله مجرد ما انت تعمل له عمليه تمام. الاونلي هيرنج اير يعني ايه؟ يعني لو عيان عنده ودن سليمه 100% والودن الثانيه ميته من يوم ما اتولد مثلا ولا من زمان، الودن السليمه جالها اوتوسكليروزس، في الحاله دي اسمه الاونلي هيرنج اير، ما تعملوش عمليه في الاونلي هيرنج اير، ركب فيها سماعه احسن لانك مش ضامن، مش مغسل وضامن الجنه، ما انت ممكن العمليه تفشل وممكن يجي له برينين فيستولا وتخرم الاندوستيلير. لو العيان ده عنده منير ديزيز واوتوسكليروز في نفس الودن، فالمنير عامل ديستنشن للاندولينف، نافخ البالونه بتاع الاندولينف، تيجي تعمل له استابيديكتو ممكن يجي له برينين فيستولا، زائد ان المنير كمان عامل سنسوري نيورال هيرنج لوس. لو العيان ده عنده ميديكال كونترا اندكيشن لاي سبب يمنعه من عمل العمليه تمام، دلوقتي طبعا اللوكال اناثيزيا ممكن تتعطى وتقدمت جدا، يبقى اذا الكونترا انديكيشن بتاع العمليه لو انا خايف انها تبقى اكتف زي الانت شيلدرن في البريجنانسي في الشورت ساين بوزيتيف، لو خايف ان الانر اير يكون فيها مشكله النيرف ضعيف تمام، لو عيان عنده اوريدي سنسوري نيورال هيرنج لوس، لو عنده اولد ايج، لو منير ديزيز، او لو الودن اللي فيها اوتسكيروس هي الودن الوحيده المعتمد عليها في السمع اللي قولي هيرنج اير تمام. اللي قدامك دي هي عمليه الاستابيديكتو بالظبط تمام، وكان ده اللوم بروسوفينكس وده التفلون بيستون اللي احنا حطيناه الجديد، ودي الفوت بليت اوف ذا ستيبس وخرمنا فيها الخرم وركبنا التفلون بيستون فيها زي ما انت شايف كده، وبالتالي الصوت لما بيجي بيحرك اللونج بروس اوف انكس فتحرك التفلون بيستون فيقوم يحرك البريلينف والاندولينف بتاع الانر اير، هو ده الميكانيزم بتاعها. نيجي بعد كده للكومبليكيشنز بتاع الاستابيديكتوم. الكومبليكيشنز بتاع الاستابيديكتوم عباره عن اربعه انجري. انجري الانر اير ممكن اعمل بريليم فيستولا يجي له سنسوري نيورال هيرنج لوس وفيرتايجو. انجري اللونج بروس اوف انكس اللي هيركب عليها التفلون بيستون او حتى التفلون بيستون يتزحلق من عليها يجي له كوندكتيف هيرنج لوس، ممكن يحصل لها فراكشر اللونج بروس اوف انكس. انجري للكوردا تمباناي، فاكر نيرف السبانخ اللي ماشي جوه الميدل اير، يجي له لوس اوف تيست من الانتيريور ثيرد اوف ذا تانج، ده اكتر نيرف ممكن يحصل له انجري في الميدل اير سيرجري، يبقى انجري للكوردا تمباناي. او انجري الديهيسنت فيشيال نيرف، ديهيسنت اند برولابس. بص بقى ده الفوت بليت اوف ذا ستيبس في الحته دي اهي، ده الفيشيال بوني كانال اهو. ايه رايك لو الفيشيال بوني كانال دي ديهيسنت، يعني فيها حته ديهيسنت كده، فالكابل بتاع الفيشيال نيرف يبقى برولابسد على الاوفال ويندو كده، تيجي تعمل استابيديكتومي تعور الفيشيال نيرف، وده رير بس ممكن يبقى ديهيسنت اند برولابسد، فتيجي تعمل له استابيديكتومي تعور الفيشيال نيرف اتسلف، يبقى انجري الانر اير، انجري اللونج بروس اوف انكس اللي هو ما بين التفلون بيستون ما بيتحط تمام، انجري للكوردا تمباناي او انجري للفيشيال نيرف اتسلف لو ديهيسنت اند برولابسد.